بسم الله الرحمن الرحيم. برحب مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة مهمة جدا النهاردة. نتكلم في كل حاجة كالعادة مع حضراتكم، وهنناقش بعض المواضيع كالعادة، وكمان في البداية بنطمن على فريق كرة القدم، خصوصا اللي عنده مباراة مهمة جدا مع فريق الإنتاج الحربي. فريق الإنتاج الحربي معهم مدير فني محترم، واحد من أبناء النادي الأهلي، الكابتن مختار مختار. أكيد كابتن حسام، خصوصا حضراتكم عارفين اللي هو رجع من كندا، قاد التدريبات اللي فاتت، في اصرار عند اللعيبه، كل واحد عايز يحجز مكانه. كل ده هنتكلم في البدايه مع حضراتكم، وكمان بعد ما نتكلم شويه كوره هنروح لفقره الصندوق الاسود وبعض المواقف اللي بتبقى صعبه. دايما زي ما قلت لحضراتكم، احنا رد الفعل للحاجات اللي بتبقى مكتوبه او الحاجات اللي في بعض البرامج الغريبه جدا. البعض بيدعي الحياديه، والبعض بيدعي اللي هو محايد، والكلام دوت مش موجود على أرض الواقع. فدورنا اللي احنا طول الوقت مع حضراتكم كالعادة، اللي احنا نعرض الصورة ونعرض الكلام، وانتم معانا الحكم. فده مهم جدا كل أسبوع بنعمله مع حضراتكم. خلونا في البداية نطمن على فريق كرة القدم بالنادي الأهلي. في استعدادات مهمة جدا، خصوصا اللي بتقفل صفحة أفريقيا خلاص، وبتركز في بطولة الدوري العام. عندك بعض المباريات المؤجلة، ومن هنا هي دي الصعوبة. لازم تتعامل مع كل مباراة اللي هي مباراة كاس عشان تحافظ على المركز اللي كلنا بنحبه اللي هو المركز الأول. مجرد ما بتكسب المؤجلات هتروح في مكانة اللي كل جماهير النادي الأهلي بتتمناها. أكيد في إصرار من لعيبة، اللي كل لعيب يحجز مكانه داخل الفريق، خصوصا اللي شفنا عناصر متميزة جدا جدا في مباراة الكاس أمام تليفونات بني سويف. شفنا تألق مجموعة من اللاعبين، أيمن أشرف، محمد هاني، مش عايز أحمد حمدي، مش عايز أنسى حد، مع المجموعة اللي عندها خبراته أوريدي بتلعب مباريات كتير. وهي ده عالم كرة، أو هو ده عالم كرة القدم. بتلاقي في نهاية السيزون لعيب لعب أكتر من التاني في منافسة، لعيب لعب أقل، هو ده طبيعي جدا جدا في أي فريق في العالم. عشان كده دايما الفرق الكبيرة بتلاقي بتحافظ على القوام الأساسي، واللعيب اللي بيقاتل واللي مركز واللي عايز يحجز مكان في الفريق، كل حاجة بإيديه. من هنا خلونا بسرعة نروح كالعادة لزميلي أمير هشام مراسل قناة النادي الأهلي، يطمنا على الفريق وعلى المجموعة اللي دخلت المعسكر. مين أمير؟ برحب بيك. برحب بيك يا كابتن شادي، وبرحب بكل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان. أمير، طمنا إيه اللي حصل في التدريبات النهاردة؟ المجموعة اللي دخلت المعسكر، الكابتن حسام قال اللي لعبته إيه، الكابتن سيد عبد الحفيظ، اتفضل أمير. طبعا النهارده كان المران الاخير بالنسبه للنادي الاهلي استعدادا لمباراه الاتحاد الحربي غدا ان شاء الله، وهي مباراه مهمه جدا اكيد بالنسبه للنادي الاهلي في مشواره في بطوله الدوري، خصوصا بعد العوده لممارسه المباريات في بطوله الدوري. فبالتالي استعدادات كانت مهمه وقويه جدا بالنسبه للنادي الاهلي. النهارده كان المران الساعه 4:10، طبعا شارك فيه جميع اللاعبين المتاحين بالنسبه للكابتن حسام البدري، ادوا تدريبات بشكل جيد جدا. لكن قبل المران كان في محاضره من الكابتن حسام البدري اتكلم فيها عن نقاط القوه والضعف بالنسبه لفريق الانتاج الحربي، وطبعا كانت تدريبات مهمه وقويه جدا بالنسبه للاداء الاهلي. كابتن شادي، خليني اقول لك ان هو خلاص المباراه عشان بكره، فبالتالي النهارده التدريبات كانت مش قويه من الناحيه البدنيه، هي كانت عباره عن بعض التدريبات التكتيكيه وبعض التدريبات الكره. ومع نهايه المران كان في تقسيمه كده شارك فيها كل اللاعبين وادوا بشكل جيد جدا، وعقب التقسيمه مباشره في تدريبات على الكرات الثابته تالق فيها عدد من اللاعبين، سواء حسين السيد، عبد الله السعيد، احمد الشيخ، وليد سليمان، واحمد حمودي، وادوا تدريبات جيده جدا من ناحيه الكرات الثابته. الامور ماشيه بشكل جيد جدا بالنسبه لكابتن حسام البدري وكابتن شادي. خليني اقول لك ايضا القائمه اللي اختارها كابتن حسام البدري للمباراه دي: محمد الشناوي، احمد عادل، محمد طارق، وده حارس ناشئ منضم لتدريبات النادي الاهلي، ايضا محمد هاني، سعد سمير، حسين السيد، ايمن اشرف، عمرو السولية، حسام عاشور، هشام محمد، جونيور اجاييه، وليد سليمان، احمد حمودي، وليد ازارو، مؤمن زكريا، وعبد الله السعيد، عماد متعب، احمد ياسر ريان، احمد الشيخ، واحمد فتحي، وميدو جابر. بيغيب عن المباراه غدا شريف اكرامي. شريف اكرامي ما عندوش اي اصابه ولا حاجه، لكن هو واخد راحه النهارده، كان متواجد في التدريبات لكن الجهاز الفني فضل ان هو يريحه وما يشاركش في مباراه الغد، خصوصا ان هو طبعا كان موجود مع المنتخب في مباراه غانا، وبعد كده طلع السعوديه عمل عمره مع منتخب مصر، وبعد كده لسه راجع امبارح. طبعا هو وبقيه زملائه الدوليين
بالنسبه للنادي الاهلي، وصلوا امبارح العصر والنهارده كانت اول تدريبات بالنسبه لهم مع النادي الاهلي. بالنسبه ايضا لعلي معلول، علي معلول متواجد لكن عنده بعض التدريبات التاهيليه. علي معلول سليم، ما فيش اي حاجه خالص، لكن هو تجنب الاجهاد بس مش اكتر، فعشان كده مش هيكون متواجد في مباراه الغد. بالنسبه لاحمد حمدي، ناس كتير جدا بتسال عليه كابتن شادي، وخصوصا بعد تالقه في المباراه الاخيره. احمد حمدي عنده اجهاد بسيط جدا في العضله الاماميه، فبالتالي كان اجراء احترازي من كابتن حسام البدري والجهاز الفني ان هو ما يشاركش في مباراه الغد، لكن هو ما فيش اي مشكله بالنسبه لاحمد حمدي، هيكون متواجد ان شاء الله في التدريبات الجماعيه على طول مباشره بعد او اول مران بعد مباراه الغد. ان شاء الله هيكون متواجد احمد حمدي بشكل طبيعي جدا في التدريبات، وهو عباره عن اجهاد بسيط بس في العضله الاماميه. رامي ربيعه هيكون قدامه شويه. رامي ربيعه طبعا اصيب في مباراه منتخب مصر وغانا في اخر مباراه تصفيات كاس العالم، فبالتالي هو عنده زي شد في العضله الضامه، فبالتالي هيجيب حوالي من شهر ونص لشهرين، فرامي ربيعه هيكون بعيد شويه الفتره دي. النهارده كان برضه عنده في برنامج تم وضعه لرامي ربيعه عشان يمشي عليه ان شاء الله من خلاله يتعافى ويعود للتدريبات الجماعيه بالنسبه للنادي الاهلي. لسه مكمل معاكم المصابين يا كابتن شادي. اكرم توفيق النهارده اليوم الثاني على التوالي بيشارك في التدريبات بشكل طبيعي. اكرم كان عنده الام في الظهر لكن برضه لسه مش جاهز من الناحيه البدنيه بشكل كبير جدا، فبالتالي ما تمش استدعائه في القائمه الخاصه بمباراه الغد. بالنسبه لمحمد نجيب، كريم نيدفيد عندهم بعض التدريبات التاهيليه عشان يتعافوا ايضا من الاصابه. محمد نجيب عنده بعض الالام في الحوض، وكريم نيدفيد ثقل في العضله الخلفيه، لكن ان شاء الله خلال ايام بسيطه جدا هينضموا للتدريبات الجماعيه بالنسبه للنادي الاهلي. لكن فيما عدا ذلك جميع لاعبي النادي الاهلي جاهزين بشكل كبير جدا. صالح جمعه، صالح جمعه سليم، ما فيش اي مشكله خالص، شارك التدريبات وشارك التقسيمه، لكن هو لسه ما تمش تجهيزه بدنيا بالشكل الاكبر، فبالتالي حتى بعد مران النهارده كان في بعض التدريبات الاضافيه بالنسبه لصالح جمعه تحت اشراف الكابتن محمد ابو العيله اخصائي الاحمال في النادي الاهلي. لكن صالح جمعه خلاص تعافى تماما من الاصابه اللي كانت عنده، نفس الحال بالنسبه لحسام عاشور. ايضا حسام عاشور متواجد في قائمه الفريق بعد غياب 3 أسابيع تقريبا، لكن حسام عاشور بيعود غدا. النهارده شارك ايضا التدريبات بشكل طبيعي، وكان بقاله فتره بقاله فتره او اسبوع تقريبا شارك التدريبات الجماعيه مع النادي الاهلي بشكل جيد. كل اللاعبين ان شاء الله اللي اختارهم كابتن حسام البدري مباراه الغد جاهزين. هو طبعا خد 21 لاعب، ان شاء الله خلال المباراه هيكون في 18 لاعب هيختارهم كابتن حسام البدري. خليني اقول لك طبعا معقد تردد الفريق مباشره لاحد الفنادق القريبه من ملعب المباراه في وجبه العشاء. بعد العشاء على طول هيكون في محاضره اخرى من كابتن حسام البدري للحديث بشكل اكبر واوضح عن فريق الانتاج الحربي، ويتم تجهيز اللاعبين بشكل كبير من ناحيه التكتيك والخطه اللي هيبتدي بيها ان شاء الله كابتن حسام البدري هذه المباراه. كابتن شادي، امير حابب تضيف اي حاجه ثانيه؟ اكيد نتمنى كل التوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي في مباراه الغد، وتكون بدايه ان شاء الله للفوز في المؤجلات بالنسبه للنادي الاهلي عشان يعتلي قمه بطوله الدوري كالعاده ان شاء الله كابتن. زميلي امير هشام مراسل قناه النادي الاهلي، بشكرك على مجهودك وكل المعلومات اللي كل حلقه بتقولها لنا انت وزمايلك، بشكرك شكرا جزيلا. ده النادي الاهلي بيستعد بشكل قوي جدا، وزي ما قلت لحضراتكم في بعض من المؤجلات، في مجموعه غايبه جدا زي ما امير قال لنا. خلينا استعرض تاني القايمه والمجموعه اللي هتغيب، ولكن الاهلي بمن حضر، جملة معتادة بنقولها، اللي بيلبس فانيلة النادي الأهلي بيتحمل مسؤولية بشكل كبير جدا. شريف إكرامي، علي معلول، أحمد حمدي، رامي ربيعة، أكرم توفيق، محمد نجيب، كريم نيدفيد من إصابات لإجهاد، صالح جمعة لسه راجع من إصابة، فبالتالي مش هينفع يدخل، ودي وجهة نظر الكابتن حسام البدري وبنحترمها. خليني أقول كمان لحضراتكم مرة تانية الأسماء اللي دخلت معسكر فريق النادي الاهلي لمباراه الانتاج الحربي: لحراسه المرمى محمد الشناوي، احمد عادل، محمد طارق، خط الدفاع محمد هاني، سعد سمير، وحسين السيد، وايمن اشرف، واحمد فتحي، خط الوسط عمرو السوليه، حسام عاشور، وهشام محمد، ومؤمن زكريا، ووليد سليمان، وعبد الله السعيد، واحمد الشيخ، وميدو جابر، واحمد حمودي، خط الهجوم جونيور اجاي، وليد ازارو، وعماد متعب، واحمد ياسر ريان. ربنا يوفقهم. كابتن حسام يختار التشكيلة المناسبة بداية المؤجلات، دي بتبقى نقطة مهمة جدا جدا. عارفين النادي الأهلي هيلعب مجموعة من المباريات، هدفنا المركز الأول طول الوقت، وأكيد اللعيبة عارفة الكلام ده والكابتن حسام البدري. كمان عايز أتكلم في نقطة
في غايه الاهميه. دايما انتوا عارفين الاجواء داخل النادي الاهلي مشحونه دلوقتي، في انتخابات وفي الكلام ده كله، ولكن دايما فريق كره القدم مش مسموح المساس بيه من قريب او من بعيد، وده اللي بيعمله الكابتن حسام. تتذكروا معايا ان كان في مباراه الترجي والانتخابات كانت موجوده، وكان في مباراه الوداد، وكان في مباراه مهمه جدا في الدوري، كابتن حسام بيقفل على فرقته، ابعد، مفيش كلام، ملناش دعوه، ودي حاجه معتاده داخل النادي الاهلي، ودي حاجه يحترم فيها فرقه الكوره على مدار التاريخ. اللي انت بيبقى عندك مباريات، عندك بطولات، بتبعد خالص، وده الكابتن حسام البدري، على عكس ناس كتير يقول لك ثلاث او اربع لعيبه بيتدخلوا. الكلام الفارغ ده بلاش عبث بفرقه كره القدم، لان على مدار التاريخ فريق كرة القدم ملوش دعوة، ومش احنا كمان اللي بنسمحش الكلام ده. بتبقى الأمور صعبة جدا بالنسبة لجماهير النادي الأهلي التدخل وإقحام فريق كرة القدم بالذات في الانتخابات اللي بتبقى موجودة. فالجميل هنا اللي الكابتن حسام قافل على فرقته، فرقته بتركز، عندك مباراة مهمة، بتخرج من أفريقيا تروح لدوري عام، تشوف أهدافك إيه، تشوف طموحك إيه، تسعد جماهيرك إزاي. ده كلام مهم جدا في البداية. اكيد كمان النادي الاهلي بيقابل فريق محترم، فريق الانتاج الحربي بقياده المدير الفني المحترم الكابتن مختار مختار، ولكن دايما احنا كقناه نادي اهلي مفيش حياديه مع الاهلي، نتمنى للنادي الاهلي الفوز ان شاء الله، لان المباراه المؤجله بتنقلك لصداره الدوري العام، لكن بتيجي بالتركيز والقوه والاصرار على الفوز. ده كلام في البدايه كان مهم جدا لحضراتكم. من ضمن الحاجات اللي عايزين نقولها، بنشتغل معاكم في الاحداث اليوميه اللي بتبقى موجوده. النهارده داخل النادي الاهلي كان في انتوا عارفين اللي بيحصل تطوير كل يوم، وده بيبقى لجميع الاهلاويه، وزي ما اتفقنا امبارح مع بعض سيبوكم من اللي بيتقال، لان احنا لما نيجي ندور على فكره مين اللي بيقول، مين اللي بيهاجم، مين اللي بينسب لنفسه الحاجات كلها، مش هتلاقوا حد. لكن فتنه ده الحق قالوا وقالوا له، احنا عايشين من المبدا ده طول الوقت، قالوا وقالوا له وقال لي وبتاع، تيجي تواجه ما تلاقيش حاجه على ارض الواقع. فمن هنا اللي بيحصل ده كله من تطوير لاي حاجه كويسه المنوط بيها كل الاهلاويه، ومفروض نبقى كلنا واحد، والمفروض اللي احنا كلنا بنشوف حاجه كويسه نقول اللي هي كويسه، ونشوف حاجه وحشه نقول اللي هي وحشه، ايه المانع؟ فمن هنا اللي أنا شايفه مع حضراتكم في البداية، أي حاجة تطوير ده واجب على اللي موجود اللي هو يعمل كده، سابق، موجود، بكرة، في إيه، ده واجب. اللي بيجي بيجي عشان تقدم خدمات، لأن ده عمل تطوعي، والعمل التطوعي تبقى موجود عشان تحقق رغبات الجمعية العمومية. محدش بيمن على الجمعية العمومية ولا بيمن على أي حاجة، هي دي الحقيقة. فمن هنا ما بيحصل تطوير في أي حاجة، خليني أقول لحضراتكم بصراحة، كل اللي كانوا على او بيقودوا مركب النادي الاهلي من 1907 لغايه النهارده، الكل طور والكل تعب والكل اجتهد عشان خاطر الاسم الكبير العظيم اللي احنا بننتمي له. لما نتكلم النهارده في بعض الصور هعرضها لحضراتكم، حصل تطوير في دولاب البطولات، وهحكي لكم اكتر من الكواليس اللي دخل جوه النادي النهارده، لان حصلت حاجات عجبتني على المستوى الشخصي كاهلاوي. ده رقم واحد. كمان عجبني اكتر فكرة اللي انت الراعي اللي معاك، وشركة صلة، شركة كبيرة وشركة محترمة، اللي هي بتشارك هي والرعاة اللي موجودين. بمعنى اكتر، لما تروح للمدرج بيحصل تطوير، وهو ده الدور الايجابي مع الراعي بتاعك. النهاردة بتتكلم 16 17 18 راعي، حاجة الاهلي في مكانة تانية يا جماعة. الاهلي ده بنفتخر بيه بكل حاجة، اسم النادي الاهلي ده ايمج. اي حد بينتمي للنادي الاهلي او بيقرب من النادي الاهلي، لو بيحقق ارباح في شغله الخاص 10، مع الاهلي لا 20 و30 و40، لان اسم الاهلي الشعبيه والجماهير والكل لازم يبقى فاهم كده. والاهلي بيضيف لاي حد، وهو ده اللي احنا متفقين مع بعض عليه طول الوقت. في بعض الصور هعرضها لحضراتكم، لكن قبل ما اعرضها هقول جمله جميله عجبتني، زي ما قلت لكم البدايه كان موجود اللي هو شيرين شمس النهارده، فعجبني فكره. يعني الاهلي اخذ دوري وكاس، تلاقي الكابتن سيد عبد الحفيظ ممثل كره القدم، وياخد الصوره مع المنظر الجميل الرائع داخل النادي الاهلي. عجبني بطوله السله، لاول مره في تاريخ النادي الاهلي نحقق بطوله افريقيا، موجود طارق الغنام بيمثل فريق كره السله.
كمان بنتكلم على السيدات او الهاندبول في رجال، تلاقي محمد عبد الوارث كابتن الفريق موجود وحاجه جميله مع البطوله اللي حققها. الطايره عبد الله عبد السلام، السيدات تلاقي نجوم السيدات اللي موجودين. كان الصوره كانت جميله ورائعه جدا جدا النهارده، ودايما التطوير لازم يبقى موجود، واللي انت بتكمل اللي قبليك. ادي الصوره الجميله، الصوره السابقه فيها بطولات كتير جدا، كاسات كتير جدا. عشان كده فكره الاستاد هي مرتبطه بالمتحف. لكن النهارده شايفين الصوره، هو ده اللي انا بقوله، تبقى فخور بناديك. عندنا بطولات وانجازات محتاجه الف 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 دولاب، مش دولاب واحد. فانا بيعجبني فكره اللي انت لما تيجي تطور بالشكل اللي يليق باسم النادي الاهلي، اللي انت تخطف العين، الشكل الجميل، اللون الاحمر اللي كلنا بننتمي له. ادي الشكل امام حضراتكم النهارده، النادي الاهلي كان بيطور في دولاب البطولات. خلينا نروح لمدير التسويق بالنادي الاهلي الاستاذ نادر خليل ويشرح لنا اكتر، والشكل العام النهارده بعد تطوير في دولاب البطولات. واللي انا هرجع اكرر جمله عشان الناس اللي بتزايد، الكل في واحد. اللي قبل عمل الدولاب تسلسل بقى كل الرؤساء، والنهارده بيجي بيحصل تطوير، حاجه مشرفه تحسب للجميع. معانا استاذ نادر، برحب بحضرتك. كابتن شادي مساء الفل عليك. كابتن شادي مساء الخير عليك. كابتن نادر، امور محترمه وامور مهمه جدا في التسويق على مدار الثلاث اربع سنين الاخيره. كمان عجبني الفكره لشركه صله اللي موجوده، بتلاقي استاذ نادر مدرج، بتبقى انت بتشارك معاك الراعي بتاعك. النهارده فاين او غرف الملابس، خلينا اعرف منك اكتر الشركات بتعمل ايه معاك وداخل النادي الاهلي. اول حاجه احنا بس يعني الموضوع طبعا زي ما انت بتقول كده، احنا مش العقود التسويقيه او الشراكات مع النادي الاهلي، عقود الرعايه ما هياش وما هياش نسبه وتناسب. احنا عندنا كام راعي وبناخد من كل راعي. العلاقه التعاقديه ما بيننا وما بين شركه الصله وما بيننا وما بين كل الرعاه، هي علاقة زي ما يسموها كده وين وين سيتويشن. الرعاة كلهم بيحبوا يشتغلوا مع النادي الأهلي، عايزين يوصلوا لجمهور النادي الأهلي. النهارده الإحصائيات بتقول لك أنت عندك 42.5 مليون فرد على الأقل بيشجعوا النادي الأهلي وبيحبوا النادي الأهلي. طب ده النهارده إحنا بنخدم الأهداف الاستراتيجية بتاعت الشركات. أنا هعترض على الرقم. أنت ده رقم، أنا بقول لك أقل تقدير، بقول لك ده إحصائية، ده إحصائيًا كده هو التقدير. أقل تقدير 50 أو 55 من وجهة نظري. طبعا اقول لك اقل تقدير حتى كان كام لغايه دلوقتي يعني. ماشي. فاحنا النهارده بنشتغل على استراتيجيه على نماذج بره. الباب اللي انتم شفتوه دوت النهارده اللي فتحناه النهارده ده بقاله تقريبا 6 شهور بنشتغل عليه، بالظبط من شهر مايو اللي فات من اول مره فكرنا في الموضوع دوت. استاذ عماد وحيد رئيس مجلس الاداره كانت زياره لنادي بايرن ميونخ الالماني، وشاف المقر الرئيسي بتاعهم عامل ازاي بيعرضوا القطع، ايه القطع اللي بيعرضوها وايه القطع اللي مش بيعرضوها، ايه الحاجات اللي بتبقى في السنتر وايه الحاجات اللي بتبقى واخده السبوت لايت، اليه الاضاءه، الديزاين، الثيم، الاسم ازاي، الشعار بيتحط ازاي. عمليه التصميم اخذت لها على الاقل 8 اسابيع، وكلام هنا رايح وكلام جاي، وبصينا على كذا نموذج من انديه اوروبيه، لان المقر الرئيسي بتاع النادي الاهلي يليق بالحدث اللي اتعمل النهارده. دي حاجه تشرف الاعضاء وتشرف جماهير النادي الاهلي اللي بيزورونا في المقر. علشان الناس النهارده زي ما انت شفت يا كابتن شادي، النهارده 3 ساعات ولا 4 ساعات الناس عماله تتصور جنب الدولاب من فرحتها باللي حصل له. خليني عشان الناس تبقى فاهمه، عشان في البعض دايما انت عارف احنا في وقت ريبه شويه والناس تربط ربط غريب جدا. انا عجبني جمله انت قلتها وضحت الامور من غير ما اسالك، ان الكلام ده بقاله 6 شهور والنهارده موجود بينتهي العمل، ودي حاجه محترمه وزي ما قلت تحسب للجميع. طبعا احنا طبعا الاداره التنفيذيه ما ولا مثل شغالين في النادي مالهاش علاقه باي اجراءات، احنا بنشتغل حبا في النادي وكلنا شغالين في اماكن ثانيه بره، لكن بتشتغل في نادي الشؤون في النادي الاهلي دي حاجه مختلفه. انت ممكن ما تروحش بيتك باسبوع متواصل وتنام عدد ساعات قليله علشان انت حابب الحدث النهارده ده يطلع بالشكل المناسب. موضوع 10 موضوع في الدنيا، لكن الموضوع بياخد اشهر عديده جدا
قلنا بنختار مين عقبال ما نختار المواد اللي بنستخدمها، المواد اللي جبناها من بره المستورده، حاجات عرضناها، الفلوس اللي خسرناها ديت بعنايه شديده، احنا نزرع جمهور الابطال والكونفدراليه وكاس مصر بتاعت النص، الحاجات المهمه جدا اللي بتمثل النادي الاهلي اللي كانت موجوده. وكمان الايفنت بتاع النهارده ده كابتن شادي مش عارف حضرتك ولا كباتن النادي الاهلي كلهم موجودين فيه ورموز النادي الاهلي كلهم موجودين فيه. ده كلام محترم. مين كان صاحب فكره اللي كل بطوله اتحققت يبقى موجود؟ طبعا مفيش حد بيحقق، احنا زي ما متفقين عشان ندي كل حد حقه، لو في جيل في كره اليد حقق ففي اجيال قبل كده حققت، لو في كره القدم حد حقق ففي اجيال قبلهم حققوا، فالبطولات دي كلها تحسب لكل الاهلاويه، وكانت فكره رائعه ان كل حد حقق بطوله يبقى موجود في الايفنت الجميل المحترم والشكل الرائع اللي احنا شفناه. بالظبط، احنا كمان يعني هو يعني احنا اخترنا، بس احنا قلنا الكابتن بتاع كل فرقه، القائد بتاع كل فرقه يكون موجود، ومدير النشاط الرياضي، وكابتن سالم حطيب كان موجود كمدير للكره، طبعا اللعيبه كان عندهم محاضره كانوا مش قادرين يكونوا موجودين، ولكن كان ممثل ليهم كابتن سالم حطيب كمدير للكره، بيحتفل ببطولات الفريق بتاعه، واللي فرقه النهارده يد وطايره ويد وطايره وسله، رجال وسيدات كانوا موجودين، الكباتن بتوعهم موجودين جنب الجوائز بتاعتهم، والناس استمتعت حتى مع كباتن الفرقه دول. ناس كثيره كانت موجوده، كابتن زي كابتن طارق الغنام دوت حاجه تفرح فعلا، هو راجل قد في الملعب كان موجود بيتصور جنب كاس السابقه بتاع افريقيا للحقالات السنه دي، فكانت كان احتفال جميل جدا، وانا مبسوط ان الاعضاء والجمهور مبسوطين الحقيقه اللي حصلت النهارده. الاستاذ نادر خليل مدير التسويق بالنادي الاهلي، بشكر حضرتك شكرا جزيلا، وبشكر كل الادارات التنفيذيه على الشكل الرائع ده. حط لي الصوره تاني عشان جماهير النادي الاهلي دايما، انا عارف حتى اللي مش اعضاء اللي بيدخل النادي الاهلي بيروح على طول، بيبقى لما تدخل حتى على السوشيال ميديا الايجابيه بتلاقي البعض اللي بيبقى فخور بناديه بيدخل يتصور مع دولاب البطولات دي، حاجات تليق بينا الشكل العام ده، اللون الاحمر موجود، البطولات المهمه اكيد البطولات التاريخيه جدا جدا. انا قلت لحضراتكم النادي الاهلي محتاج 1000 دولاب يشيل التاريخ التراث الرائع ده، ان شاء الله يبقى في المتحف اللي يبقى موجود في الاستاد، لان ده برضو حلم كبير لكل الاهلاويه، زي الانديه العالميه كلها عندها الكلام ده كله. احنا النهارده الصوره الجميله اللي انتم شايفينها، اللي بيروح العضو اكيد هيدخل جوه بيشوف الصوره هيتصور هيبقى الكلام ده موجود، اللي بيجي بقى من بره النادي واهلاوي وبيدخل مع حد وبيبقى فرحان بالبطولات وعايز يتصور هيروح لمكان يليق بالاهلاويه، وهذه الصوره امام حضراتكم، صوره جميله، صوره رائعه، ودايما التطوير بيبقى موجود مع الجميع. دايما التطوير بيبقى موجود مع الجميع، وهو ده اللي احنا بنقوله من اول يوم. عشان كده فخورين بالاهلي، فخورين اللي بيحصل في الاهلي، واللي موجود عليه اللي هو يطور، واللي موجود عليه اللي هو يشتغل، واللي موجود لازم يعمل لنا طول الوقت حاجه تليق باسم النادي الاهلي. كمان من حاجه اللي انا ما رضيتش اتكلم عنها امبارح واديها حقها النهارده، فرع التجمع الخامس. نقله نوعيه وجديده في تاريخ النادي الاهلي ايضا، فاكرين لما كنا بنتكلم على الشيخ زايد ادينا الكابتن صالح حقه، ادينا الكابتن عبده صالح الوحش قبلها في كمان مدينه نصر، كلنا واحد. اوعوا تصدقوا بعض البرامج اللي عماله تتكلم، اصل هي بتفرق بمزاجها وتجمع بمزاجها، عشان ده وقت ريبه زي ما قلت لحضراتكم، لكن اللي عايز الحقيقه والامانه كلنا اهلاويه. هو انا دايما مش بكلم حضراتكم على فكره، ممكن العضوية بتغلى شوية أو بتزيد شوية مع تطورات المرحلة اللي احنا فيها، ففي ناس معاش فلوس العضوية فممكن بتكون تحب الأهلي أكتر من حد يكون ماديا معاه قادر اللي هو يبقى معاه عضوية النادي الأهلي، فده مهم اللي مش عضو واللي عضو مهم. فرقونا عشان لائحة استرشادية قعدوا يقولوا انتوا مش عارف الجزيره لوحدها والمقر الرئيسي وثلاثة شارع صالح سليم وخمسة شارع النفاق وسبعة شارع الحيادية وثمانية شارع المطبية وتسعة شارع، مش ده اللي كان بيحصل؟ وقعدنا نقول الصبر مش مشكلة، بكرة يفهموا اللي لازم كلنا نبقى ايد واحدة،
احنا مش بصدد اكيد ما عندناش الخبره الكامله في الحياه، لكن في ثوابت او في نقط كلنا هنتفق فيها، اللي هي 1 2 3 4. بنحب الاهلي، ايوه كلنا بنحب الاهلي، بنحترم الاهلي، طبعا كلنا بنحترم الاهلي. اللي بيخرج عن النص الجماهير بتلفظه، واعضاء الجمعيه العموميه تلفظه، ويبقى خلاص بيصنف، وهي دي الحقيقه، وهو ده اللي احنا كنا بنقوله. تختلف تتفق، يعني انا النهارده في احد المرشحين شفته في حوار اتبعت لي، قال لك اللي النادي الاهلي عمله صح، واللي النادي الاهلي اللي اخذ القرارات صح. انا شفت الكلام ده مش هعرضه عشان ما حدش يقول انتخابات. طب انت كنت فين؟ ما وقفتش جنب ناديك ليه؟ ما هنا السؤال اللي كان لازم يتسال بتوع الحياديه، ما تقف تعمل ستوب؟ طب ما سندتش ليه؟ طب ما قلتش عيد ليه؟ طب ما قلتش وقفت جنب ناديك ليه؟ الفيديو موجود باعتراف احد المرشحين، مش هقول مين، تمام، عشان ما بقاش بتدخل وببقى بخرج عن المألوف، لان انا على عهد مع حضراتكم، مع ربنا سبحانه وتعالى الاول، ومع حضراتكم اللي هنشوفه غلط هنقوله هنا او هنا. فمن اللي انا شفته اللي قعدوا يفرقونا مدينه نصر والجزيره مش عارف ايه الحق التجاه، فاللي احنا بنعمله ده وجايين النهارده كلنا ايد واحده، حاجه غريبه في زمن غريب، في كل حاجه غريب، والله ده اللي بيحصل. فبالتالي خلونا نروح للانجاز الكبير والمحترم. ايضا في ظروف صعبه بتقدر تاخد التجمع الخامس. انا هقول لحضراتكم شويه معلومات. النادي الاهلي دفع كاش 55 مليون جنيه. هل في الاخوه اللي زعلانين مننا بتوع الحياديه واللي الحبر زايد عندهم شويه، حد كتب ان الاهلي دفع كاش 55 مليون جنيه؟ اصل ده اتدفعوا باسم الاهلي. ولو المهندس محمود طاهر قال غير كده هنقول له احنا اسفين يا باشمهندس، الكلام ده مش باسم الاهلي، بس نشكرك اللي انت جبت لنا الارض في التجمع الخامس. دي الاصول. بنشكرك يا باشمهندس اللي انت جبت لنا الارض في التجمع الخامس. لكن الارض راحت باسم النادي الكبير العظيم، اسم الاهلي. فحد كتب ده للاهلي دفع في الظروف دي، اللي الناس بتتكلم على اقتصاديات وبتتكلم على امور صعبه، حد اتكلم ان الاهلي دفع كاش 55 مليون جنيه مش من النهارده بالمناسبه، وادي الارض موجوده امام حضراتكم، اتسلمت، بيترفع المساحات بتاعتك اللي هي 50 فدان. حتى مستغرب ناس اهلاويه تشكك، يقول لك لا ده لسه الاجراءات ما خلصتش. امال ايه اللي موجود امام حضراتكم؟ دي الناس المسؤوله عن الاداره الهندسيه داخل النادي الاهلي راحت بتحدد المساحات بتاعتك اللي هم ال 50 فدان، المهندس اسماعيل مصطفى امام حضراتكم، ومدير الاداره الهندسيه الراجل موجود ومعاه فريق العمل بتاعه بيحددوا المساحه بتاعت النادي الاهلي. النادي ده حاجه تحفه. خليكم فاكرين كلامي اللي انا بقوله كويس جدا. النادي ده ادي، بصوا يا جماعه ده الاهلي. بنشكر الناس اللي موجوده اللي تعبت وشقيت، اللي هي راحت جابت الارض ودفعت 55 مليون كده. بس انا هقول لكم جمله عشان اقول الحق، بكره في مصاريف اداريه 13.5 مليون جنيه، بكره هيتدفع مصاريف اداريه 13.5 مليون جنيه. انا ليه فتحت الموضوع ده كمان النهارده؟ لان بعد حلقه امبارح لما عرضنا بس الصور لقيت اصدقاء كتير جدا ساكنين في التجمع الخامس، هو هنشترك، عايزين نشترك في النادي الاهلي التجمع الخامس. فقلت لهم ده لسه يا جماعه النادي بيستلمها النهارده. فجمهور الاهلي ده عظيم، والله العظيم بكلمكم بجد، جمهور الاهلي ده حاجه محترمه قوي. ادي ده الصوره اللي هتظهر لحضراتكم. المفاجاه الماكيت موجود، الناس اشتغلت، اللي موجودين جابوا الارض، اتدفع الفلوس اللي بقول لحضراتكم، وبكره هيبقى في 13.5 مليون جنيه مع 55 مليون جنيه كاش. ادي الماكيت موجود داخل النادي الاهلي، هي دي الصوره بتاعت التجمع الخامس. النادي ده بقى هيبقى فيه ايه؟ كل حاجه، شياكه بيكمل بقيه. طب ما انا بقولش بقى اللي احنا الفروع التانيه فيها حاجه، لا، الفروع التانيه بيشتغل فيها من 1907 كل رؤساء الانديه كله،
بأعضاء مجالس الإدارات كلهم محترمين، والكل ساهم في إنشاء الفروع كلها. فأدي المكت بتاع التجمع الخامس، هيبقى فيه ملاعب تنس وفيه حمام سباحة للأعضاء وده مهم جدا، بعيد عن المجمع السباحي اللي هيبقى ضخم جدا للألعاب. هنا مطاعم، الباركنج بتاع السيارات، اسكواش، وكل حاجة موجودة. والمفاجأة هنا واللي أنا عرفته في المكت ده، بعد سنة ونص حضراتكم الفرع ده هيبقى موجود، المرحلة الأولى منتهية، والمرحلة الأولى فيها حاجات كتير جدا، يعني ينفع تروح وتقعد وتتبسط. وهو ده عبقرية النادي الأهلي، وهو ده النقلة النوعية الجديدة، واللي انت تروح في التجمعات الجديدة زي التجمع الخامس تبقى موجود هناك باسم النادي الأهلي، والأهلي النادي الأهلي بيبقى موجود في مكان الأسعار اللي حواليه بتولع. أنا عارف أنا بقول لكم إيه، يعني ليا صديق بيكلمني في الموضوع ده امبارح بعد الحلقة، قال لي ده الناس أول ما قالوا الأهلي راح هناك الدنيا اللي حواليه ولعت نار، ولعت نار. فبصوا الصورة، هو ده. أنا أحب يا جماعة طول الوقت، عارفين ممكن تطور، لكن لما تطور بشكل حلو، بخضرة جميلة، بشكل جميل، تدخل مكان يليق باسم النادي الأهلي، ده احنا نحبه كلنا، ده لولادنا، ده لولادنا. الصورة اللي انتوا شايفينها ده لولادنا. مجلس مهندس محمود طاهر نجح هيعمل الصورة دي اللي هو مجهزينها، مجلس الكابتن محمود الخطيب نجح يعمل لنا الصورة دي بمجلسه، وهو ده اللي احنا بنقوله. المهم اللي كلنا أهلي، والفرع ده مش هيتقال عنه اللي هو بتاع حد، ولا مكتوب في بطاقة حد، ولا بتاخده في شنطة وانت مروح، هيتقال الأهلي، نادي الأهلي. زي ما شكرنا في فرع الشيخ زايد، قلنا اللي جاب الأرض المايسترو صالح سليم، حط حجر الأساس وابتدى فيه الكابتن حسن حمدي، جاء بنى وطور فيه المهندس محمود طاهر، الكل ولاد النادي الأهلي، وفي الآخر اسمه النادي الأهلي فرع الشيخ زايد، ولا اسمه بتاع حد ولا فوق، لا ده كل الرؤساء اشتغلوا عشان خاطر النادي. هو ده الكلام. مين بقى قال غير كده؟ شغل النصب ده انا مش بحبه. تقف عندي عند النصب بقى اللي يقولوك حاجات ما قلتهاش، يقول لك الحق فلان قال الحق، طب تيجي تدور على فيديوهات ما فيش، طب مين انتقد وقال انا اللي عملت كل حاجه ما فيش. وده اللي انا اتكلمت فيه امبارح، ودي كانت وجهه نظري اللي انا كنت عايز اعرضها لحضراتكم. فهنا هنيجي نقول زي ما قلنا على اللي فات، جاب الارض المهندس محمود طاهر. مين بقى هينجح ويكمل ويعمل ده؟ هنقول له ابني وطور، بس مش هنسمح لحد يقول له بويا، زي ما بشوف ناس طالعه بتتكلم دلوقتي يقول لك ده شويه بويا بس. وناس والله لو تسمعوا، انا على مسؤوليتي اللي انا اقول، لو حد تسمعوه بيقول كده ده غير امين، هيبقى غير امين معاك اللي هو يطور لك، وما تدوش صوتك. ادي صوتك للأمانة، ده وجهة نظري. واللي بين الناس هيخاف على حقك. وليه أنا بقول الكلام ده داخل قناة النادي الأهلي؟ لأن عشنا سنين طويلة حتى في فكرة مجالس الشعب، وحتى في فكرة الانتخابات، المفهوم عند الناس لازم بعد ثورات ومصر بتبني نفسها. اسمع وفكر مين هيطور، مين كلامه صح، مين انا صدقت مين وقاعد معايا. الكل بيلف عليكم في النادي، كلهم، كل المستقلين والقوام، اسمع وشوف مين اللي هينفذ لك. لان اتهرينا على مدار سنين طويله تروح على مستوى مجلس الشعب، وعود يديك وعود، انا هعمل لك وهشغل، ويعملوا مقرات، ويوم الندوات اللي بتعمل في مجلس الشعب تقعد يقول لك ايه، تلاقي ورق قدامه، فلان عايز يشتغل في البترول، فلان عايز يشتغل مش عارف ايه، فلان عايز يدخل كليه ايه، ويروح يشغل لك ثلاثه اربعه، والناس تبتدي تتكلم الراجل شغل ومش عارف عمل ايه، تيجي بعد اول ما يدخل الكلام ده، انا بتكلم ده اللي كان بيحصل ووعينا عليه كلنا، تروح تقابله تعدي على ثلاثه اربع مكاتب الاول ما بتقابلش حد، وكلها وعود انتخابيه كلها كذب. وده كان بيحصل، انا بتكلم، لكن في البعض بيشتغل، وفي البعض كان خدمي، وفي البعض بيخدم
ولاد ناس بتعمل ده، لكن الاغلبيه العظمى ما كانتش بتعمل ده، وعود انتخابيه كاذبه. فمن هنا نفس الفكره، ان انا شادي نازل انزل اقول هعمل 1 2 3 4 5 عشان اديك صوتي، لكن مش هديك صوتي واللي بيجرح في حد جوه الاهلي وبيقلل من اللي هو عمله. صدقوني الناس بتاخد من هنا وترمي من الناحيه الثانيه، يقول لك ليه قال كده؟ ليه بيهين حد زميله وبيشوفوا بعض وبيحضنوا بعض وبيسلموا على بعض؟ فمن هنا الحقيقه اللي لازم تتقال عند الصوره الجميله اللي انتوا شفتوها هيتقال، والتاريخ هيكتب. مهندس محمود طاهر جاب الارض هو ومجلسه بالكامل، وكمان قبل المهندس محمود طاهر ومجلسه النادي الاهلي اللي براند اسم كبير قادر يدخل فلوس ضخمه وكبيره، لكن الناس تحترم اللي الظروف كانت صعبه ويدخلوا الارقام دي في مؤسسات اوريدي هي واقفه بالفعل، فدي حاجه كانت محترمه وبندي الناس كلها حقها. اللي هيجي بقى بكره هو مين؟ مش عارف. ربنا يولي من يصلح للنادي الاهلي واختيار الجمعيه العموميه، والصح هنقول بقى زي ما كنا بنقول حتى لو احنا مش موجودين في برنامج، واحنا موجودين شاهدين على الحق. اللي هيجي ويطور ويطلع الصوره الجميله اللي انا عايز اشوفها تاني، وكلنا كاهلاويه فخورين اللي انت تنقل النادي الاهلي نقله تانيه. لما تفتح عضويات في التجمع الخامس بيدخل لك فلوس عشان تطور اكتر، وهكذا وهكذا، وبتسلم الرايه للي هيجي وهكذا. الكلام هو ده عين العقل. اما بتوع الحياديه والمهلبيه والكذب اللي انتوا بتشوفوه، ناس كتير كلمتكم عن حياديه ومفيش اي حياديه، مش من النهارده، على مدار سنين طويله مدارس اعلاميه صعبه جدا جدا جدا. بنحمد ربنا سبحانه وتعالى بشهاده اسطول ورانا محترم او جيش من جماهير النادي الاهلي، اللي المدارس دي ولا تمشي معانا ولا نفكر في يوم من الايام فكره حياديه. يعني حياديه فكره بساند حد، اطلع بساند حد عشان ما تقوليش حياديه واصدقك، قول بساند حد. اقول لكم بصراحه اكتر، طب ما انا كبني ادم جوايا اللي انا بساند حد. بيظهر للناس والبعض يجي يقول لك انت باين وواضح مع مين. لا، دي قناه النادي الاهلي، قناه النادي الاهلي اللي اتعلمناه هنا على مدار الست سنين، واتعلمناه وليا الشرف اول دخولي القناه كان في عهد الكابتن حسن حمدي ومحمود الخطيب، وبثقافه الاقصاء كان ممكن المهندس محمود طاهر يبقى موجود. لا لا لا، غير الناس كلها. لا، الراجل قال لك الناس تبقى موجوده، مفيش الكلام ده، فكره الاقصاء ومش عارف، واشتغلنا على نفس النمط والفكر اللي احنا اتعلمناه. دي قناه فئويه بتمشي مع سياسه النادي وتعبر عن سياسه النادي، ولو لقيت ملف فيه اخطاء تطلع تقول، بس الاول يبقى واثق من ادواتك، واثق من ادواتك. يبقى زي ما عرضنا قطاع الناشئين والمشكله اللي كانت فيه والملاعب والمبالغ اللي اتدفعت، وفي الاخر رمله بدل ما تبقى نجيله، وثمانيه من الناشئين بيجي لهم صليبي. فبالتالي عشان ولادنا الصغيرين لازم نطلع نقول للناس خلي بالكم، لان خلاص لما يظهر بقى في الاعلام فبالتالي اهل الشر جريوا على المسؤولين داخل النادي الاهلي. الحق الكابتن شادي بيهاجم قطاعات الناشئين وبيهاجم مش انا بحكي لكم الواقع اللي حصل معانا، لكن استمرنا واتكلمنا تاني يوم. عارفين ليه؟ لان كلمه الحق هي افضل طريق توصل لقلوب الناس، واللي عايز يصدقنا يصدقنا. مش كل يوم هنبرر، ومش كل، لان احنا مدرسه الخلق اعذار وتبرير غير مقبول بالنسبه لنا. خلونا نروح للصوره الجميله مره تانية اللي انا قلت لحضراتكم. يبقى احنا اتكلمنا على تطوير الدولاب اللي موجود باسم النادي الاهلي، ويحصل الناس الموجوده نقول لهم شكرا. كمان التجمع الخامس حاجه مشرفه، حاجه محترمه، بتدفع فلوس ضخمه جدا، ده كله لاولاد النادي الاهلي، والمجموعه اللي هتدخل جديده هيبقى الكل اهلي وعددهم بيزيد، وربنا يا رب يوسع علينا اكتر واكتر، ويبقى عندنا فروع في كل مكان، لان الاهلي يستحق من اي حد يرؤس النادي الاهلي او اي عضو بيجي في النادي الاهلي يستحق اللي هو يبذل مجهود ودايما يخللنا النادي الاهلي في الصوره اللي احنا بنحبها. فيا رب
دي من المحبه ما بيننا. يا رب خلينا ايد واحده يا رب، بعيد عن بتوع الحياديه والشفافيه والحبر الزياده، يا رب ما تفرقنا ابدا، ولي من يصلح لقياده النادي الاهلي، لان النادي ده خيره علينا كلنا، والنادي الاهلي لولا النادي الاهلي كلنا كان ظروفنا ممكن تبقى الماديه صعبه، حتى على مستوى اللي الناس تعرفك وعلى مستوى البطولات وعلى مستوى امور كتير جدا، الاهلي هو اللي عمل الكلام ده كله، عشان كده ليه فضل علينا كلنا. فربنا يبعد عننا اهل الشر الحقيقيين، ربنا يبعد عننا اهل المصالح، اهل المنتفعين اللي طول الوقت عايزينها نار وولعه عشان ولاد النادي الاهلي يتكلموا وحش على بعض ويقللوا من بعض، والكلام المستهلك، هويه الاهلي، هبه الاهلي، مش عارف ايه في الاهلي، زملكه الاهلي، ايه الكلام ده؟ والله العظيم تاني كل يوم هفضل اقولها لغايه لما حضراتكم تحفظوها معايا. الكلام ده بنسن سنه غير حميده جوه النادي العظيم ده، لان اللي هيجي بكره هتلاقي هيتقال فلان الفلاني الحق وابتدي نهاجم نهاجم نهاجم، ومش هيبقى عندنا حد نحترمه. وهي دي اللي الواحد خايف عليه، ودايما عينينا لبكره، ما تبصش تحت رجليك. ناس كتير تكلمك عن حلول، طب او تكلمك عن مشاكل، او طب ما تقول لنا الحل، تيجي تقول له في الحل ما فيش، لكن احنا مش احنا في اهلاويه كتير محترمين، بكره بكره اللي يكسب مبروك، اللي يكسب مبروك، اوعى تطلع لسانك لحد كان مع حد او ضد حد، احنا مش ضد بعض، كل واحد ليه قناعاته وكل واحد ليه تفكيره، اوعى ننجر لطريق مش لطيف. اللي يكسب مبروك، والتاني يبقى موجود تاني يوم بيسنده وبيدعمه، ولو عنده ملفات مهمه يشوف لو يقدر ياخد حاجه منها. هو ده الاهلي، هو ده الاهلي، والله صدقوني بصدق وباحترام. لكن عندنا امور مهمه جدا جدا في الصندوق الاسود النهارده كالعاده. انا عارف ان انتوا بتحبوا الصندوق الاسود، بس الصندوق الاسود فيه كلام مهم وخطير. نروح بسرعه فاصل سريع وبعدها نروح لفقرات الصندوق الاسود. لازم يفضل الأهلي فوق الجميع، معا فعلا لا قولا، صوتك للأهلي، صوتك لقيم الطاهر. الأهلي يواجه الإنتاج الحربي في الجولة التاسعة من مباريات الدوري المصري على ملعب السلام. انتظرونا وتطبيق خاص لكواليس قبل وبعد المباراة. استاد الأهلي غدا الساعة 5 مساء على قناة الأهلي. استاد غزل المحله، النادي الاهلي والاولمبي قبل نهائي كاس مصر. والاولمبي ما ادراك ما الاولمبي ساعتها. ماتش صعب مش سهل. من اجمل الفرق في جت في النادي في تاريخ النادي من اول ما اتعمل لغايه دلوقتي. لو انت تيم كبير زي الاهلي عارف يعني ايه بطوله، عارف يعني ايه العالم.
الاهلاوي عارف كيانه هو مين، نادي الوطنيه من سنين. الجماهير دي تستحق تكون في المدرج. قلنا ملف كبير شغالين عليه، حظنا صعب جدا اللي الجماهير مش موجوده بقالها 4 سنين كتير جدا جدا جدا. عالم كرة القدم مدرجات بتتبني، الاستادات بتتبني عشان الجماهير تبقى موجودة تساند فرقتها. حصل لنا ظروف صعبة، حصل ثورتين، أمور صعبة جدا، اللي بيموت ناس في مدرجات، تجاوزنا كل ده، حصل أخطاء، حصل تعصب إعلام شارك فيه وإحنا منهم، ما بنبعدش عن المسؤولية، ولكن أكيد الكل استوعب الدرس. ومن هنا هرجع أقول ملفنا الأساسي وطول الوقت بنتكلم عنه، يا سادة يا مسؤولين، محتاجين الجماهير ترجع في المدرج. انتوا اللي وعدتونا وقلنا الدور الأول، ورجعنا بعد كده قلنا الدور الثاني، لا السنة دي مش هينفع. رجعنا قلنا الشكل الجميل والرائع للجماهير اللي ظهرت مع منتخب مصر والنادي الأهلي والزمالك، قلنا الجماهير هترجع بداية الدور السنة اللي فاتت، بداية الدور الأول، عدى الدور الأول، رجعنا قلنا لا السنة دي مش هينفع خالص. في بداية السنة دي عودة الجماهير بقت حتمية، وده كلام المسؤولين. عدى الأسبوع السادس ولا السابع ومفيش جماهير، القرار في إيد مين مش عارف. أتمنى عودة الجماهير، وبقى عندنا الإرادة الحقيقية لعودة الجماهير، لأن خلاص بقى الدوري دمه تقيل وعيب بعد 28 سنة وصلنا كأس العالم ولسه مش عارفين ناخد قرار بعودة الجماهير. تروح لسيادة الوزير يقول لك في ايد الامن، تروح للامن يقول لك موافقين، يقول لك ده رؤساء الاندية اللي هي الشركات لا مش عايزين جماهير، تروح لا الاندية الشعبية لا عايزة جماهير. ده اللي احنا بنتكلم عليه. فمن هنا جملتي الاخيرة، لازم يبقى عندنا الارادة الحقيقية، واللي عنده ارادة اللي هو ياخد موقف او عودة في تفكيره اللي هو يرجع الجماهير للمدرجات اكيد هيقدر. لكن اللي هي بالونة اختبار ونناقشها وما تبقاش موجودة أساسا، وتتقال عن استحياء في بعض البرامج، عودة الجماهير يا جماعة كده عيب وخلاص، وفي الآخر ولا حاجة بترجع. مطلوب سيادة الوزير خالد عبد العزيز يبقى في الإرادة اللي هو يرجع لنا الجماهير مع رؤساء الأندية مع وزارة الداخلية، يبقى في قرار بعودة الجماهير، لأن مرة تانية وثالثة ومليون ما يصحش. بقينا في كأس العالم وأكيد الناس هتبتدي تتابعنا في مباراتنا الودية ويشوفوا مصر فيها إيه، الدوري العام فيه إيه. فما ينفعش اللي إحنا نبص كده ما نلاقيش الجماهير. تونس رجعت، العراق موجود، الدنيا كلها فيها جماهير. فأتمنى من جميع مسؤوليننا عودة الجماهير، لأن دي جزء أساسي جدا 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 في عالم كرة القدم. دلوقتي كمان نروح لفقرتنا المهمة جدا كالعادة مع حضراتكم، وفي الأهلاوية بعتوا لنا فين الصندوق الأسود، فين الصندوق الأسود، بناء على رغبتكم. المفروض كان هيتعمل امبارح، خليناها النهارده عشان كان امبارح عندنا مواضيع مهمة بنناقشها مع حضراتكم. في الصندوق الأسود احنا رد الفعل، احنا مش فاعل. ما ينفعش اللي انت تتجاوز، تخرج عن النص، تفرق ما بين ولاد النادي الأهلي، تشق الصف ما بينهم عشان مصالحك ايا كان مصالحك. اللي انا بتكلم ممكن تفهمه اللي هو فرد، ولكن مصالح كتير جدا، ونقعد مكتوف الايدي ونقول ما نتكلمش، لا نسكت، لا نخاف. لكن احنا الحمد لله قررنا ان احنا طول الوقت معاكم وما بنخافش، طول ما ورانا جماهير محترمه واعضاء جمعيه عموميه بيصدقونا وبيحترمونا. تعالوا نشوف الصندوق الاول في ايه ونرجع لحضراتكم. مكتوب أما حضراتكم ده مش الصندوق بتاعنا، ده أمين صندوق النادي الأهلي. أمين صندوق النادي الأهلي يعترف بتخصيص 134 مليون جنيه لصالح شركة مسك. أنا حكيت لكم الحاجات والظروف اللي أنت بتمر بيها مع الشركة اللي برضو خلينا نحترم الناس، شركة مسك شركة محترمة جدا جدا
وفيها ناس محترمة، ولكن لما بتختلف لجأت الأمور مش صحيح اللي قعد عادات وكان فيه الكلام ده كله. أنا مانيش دعوة بالقصة اللي مكتوب. عرضت لكم كم جريدة عملت الكلام ده كله؟ لا كتير، وفي الآخر بيزعلوا مننا. ما حضرتك أنت بتتصيد أخطاء للنادي الأهلي بدليل إن أنت ما كتبتش للأهلي دفع 55 مليون جنيه كاش فرع التجمع الخامس، ما قلتش مبروك النادي الأهلي بيعمل فرع واكتبه باسم الأهلوية كله. في غلط الكلام ده؟ طيب هل الكلام المكتوب في اسم صحفي موجود أناقشه؟ أنا كام يوم بعرض لحضراتكم الكلام ده ومحدش بيرد علينا. كم خبر عرضته مش مكتوب عليه اسم صحفيين؟ كتير. بجيب حاجة من عندي؟ أنا مرة تانية عايز حضراتكم تبصوا تشوفوا مفيش اسم صحفي على الخبر. طب أنا هناقش مين هنا؟ دي مهنية ولا بنستخبى في الخبر واضرب؟ صالة التحرير الواحدة دي ما بتمشيش معانا. أنا قلت لكم للمرة المليون ووعدتكم اللي فيه أسماء هنضطر نقول أساميها عشان الصبر لما بينفذ خلاص بيبقى فيه أمور صعبة، فمن هنا مش هنقدر نسكت. لآخر مرة كلامي أهو، ما ينفعش حد في مهنة جوه النادي الأهلي ويعبث بالنادي الأهلي. آخر مرة هقول، بتعملوا حساب ربنا بتقبضوا فلوس من النادي الأهلي. آخر مرة هقول، لأن أنا بقى الحمد لله قدرنا نتوصل الدنيا ماشية إزاي ومعانا الكواليس، بس مش هقولها دلوقتي. يعني خلي كل حاجة بتاع عشان أثبت لحضرتك، لا خليها لي على الشاشة الكلام ده ما تشيلهوش. أمين صندوق النادي الأهلي بيعترف اللي فيه أربعة وثلاثة، طيب فين اسم؟ أنا بقول لكم كاذب، هذا الكلام مفيش أساس له من الصحة. هذا الكلام لا أساس له من الصحة. كل يوم ما تواجه، حط اسمك عشان نواجهك واقول لحضرتك تعالى اتفضل اعمل مداخله واشرح لنا ايه حيثيات الخبر اللي عندك. هيقول لي مفيش. طب انت خدته منين؟ هيقول لي مفيش. طب بتكتب كده ليه؟ لا ده وجهه نظري. طب حضرتك ما حطيتش اسمك ليه؟ هيقول لي نسيته. طب هقول له ايه؟ طب واحد وفي الاخر احنا اللي وحشين، وفي الاخر يقول لك ايه بيجمعوا بعض فكرنا اللي ملناش قاعدة كبيرة يقول لك يعني نروح نشتكي. تشتكي مين؟ اشتكي نفسكوا، اشتكوا ضمائركم، هي دي الحقيقة. وأنا قلت لكم قبل كده برنامج الوحيد اللي بيجيب الحاجة زي ما هي وبيقولها ومحتاجين حد يرد. عارفين لما بيجي يردوا بيعملوا ايه؟ بيخرجوا عن النص ويتجاوزوا، وكلامهم بيبقى عفن ويستخدموهم في البرامج عشان يشتمونا، لكن احنا مش بنرد، احنا بنعرض الشغل اللي هم بيعملوه واحنا بنرد بأدب وبأخلاقيات الأهلي، لأن ده مش مهنية، لأن ده مش حقيقة، لأن ده الأهلي. أنا هنا ماليش دعوة بالأشخاص وماليش دعوة بأفراد وماليش دعوة عليه إيه ولا ليه إيه، أنا ليا اللي ده الأهلي هنا. يحجزوا على مين؟ مين ده اللي يحجز على الأهلي ومين اللي وده في ده وصل الكلام مش في مش في الكلام اللي مكتوب قبل كده. قال لك ايه ده في القانون بيقول اللي هيقفله النادي الاهلي. تقفله ايه؟ تقفله ايه انتوا؟ ده كلام ده كلام عايز مستشفى المجانين او نبعتك العباسيه اللي يقول كده. تقفله ايه؟ ده الاهلي، ده الاهلي الجزء المساوي. يا مصر عظيمه ومصر كبيره، الاهلي جزء مهم في تاريخ مصر ملايينه. تقولي نقفل الاهلي؟ والله في ناس كتبت كده وقلنا يعني صبر شويه مش هنتكلم دلوقتي، نقول الناس هتقعد تضحك على كلام زي ده. لكن انت النهارده في وقت ريبه داخل النادي الاهلي وفي انتخابات، لا الاهداف اللي هي السيئه دي وحشه قوي علينا، وعايزين نخلي ولاد الاهلي كلهم صف واحد، مش عايزين حد يشق الصف ما بيننا، لان اللي هيقود السفينه هنقول له مبروك وكلنا في ظهرك ومش هنقبل حد يقول لك كلمه. فهنا كم مره عرضت مره تانية اسم الصحفي اللي كتب كده مش موجود والخبر مش موجود عليه اسم. طب انا ناقش مين؟ ناقشني، عايز اناقشك، عايز ادخلك، عايز اشتغل اعلام مهني الراي والراي الاخر. انا ادخل الهوا ولا اجيب الورقه دي احطها قدام اقعد اكلمها وناقشها؟ لا، واستاذ كامل زاهر ما قالش الكلام ده خالص،
انا بقول لكم ماليش دعوه هنا بانتخابات، انا بتكلم على خبر مكتوب، ينجح اللي ينجح، ربنا لم يجانبه التوفيق برضو ابن من ابناء النادي الاهلي، انا بتكلم على خبر يمس النادي الاهلي. وبالمناسبه الناس اللي بتكتب دي كانت شغاله في النادي الاهلي بقى، كانوا بيشتغلوا ببرامج مهمه. الحنفيه لما تتقفل الدنيا بتبقى صعبه، واكل العيش مر، اكل والاكل العيش مر مر في الظروف الصعبه دي. فكرنا خايف يقول لك نشتكي. طيب اتمنى اللي يكتب خبر تاني يحط اسمه عشان نناقشه ونقول له كلام حضرتك صح، وندخل ونعرض الصوره امام الناس، يا اما احنا نبقى غلط يا اما اللي بيتكتب ده غلط وملهوش اي اساس من الصحه. وانا قلت لحضراتكم القضيه دي لسه فيها 3 شهور، عايزين بقى تشتغلوها انتخابات ويطلع بتاع الحياديه والمهلبيه او لا، او هندفع الفلوس ومش عارف. طب امتى اتقال ان النادي الاهلي العظيم دخل ميزانيه محترمه؟ ولا واحد منصف يطلع يقول كده، مش حدش هيقول. بس فهي دي الفكره، الفكره اللي انتوا شفتوها يتكتب كام مره. عرضت خلال ال 14 يوم اللي فاتوا اخبار بتتعمل، اضرب 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 ليه؟ والمصلحه ايه؟ والسبب ايه؟ احنا مش عارفين. عشان كده بتلاقوا الاخبار تنزل ما عليهاش اسماء. والله العظيم انا بحترم الجميع وناس كتير اصدقائي، لكن انا اسف عند الاهلي واخسر صديق ليا من اللي بيعمله في النادي الاهلي، مش عايز الصداقه. لا ده شغل، زي ما انا بحترم شغلكم انتوا تحترموا ده شغلنا داخل قناه النادي الاهلي، ودي نوعيه برنامجنا ده بنعمله من اول يوم. لكن لما كنتوا موجودين معانا في قناه النادي الاهلي كان كلامنا زي الفل، وبرافو عليك ما تخافش وجدع تحب الاهلي، واول ما نعمل نفس الشغل ينطبق عليكم اللي انتوا خرجتوا عن النص، انت مش ابن الاصول. ايه يا عم اللي انت بتعمله؟ بتزعل الناس منك ليه؟ ده اللي بيحصل في الكواليس عشان حضراتكم تبقوا عارفين. نروح نشوف الصندوق اللي بعد كده فيه ايه ونرجع لحضرتك. قبل ما اروح لتقرير الانتخابات خليني اتكلم مع حضراتكم شويه، لانه الامر الحقيقه بقى عجيب جدا، انه واحد وهو بيقدم المهندس مصطفى مراد فهمي في الندوه بتاعت قائمه المهندس محمود طاهر، يقول لهم المهندس مصطفى ده انتم مش عارفين قدم ايه للاهلي في الاتحاد الافريقي. يخرب عقلك، قدم ايه؟ ماذا يعني قدم؟ في إشارة غريبة جدا لأمر عجيب جدا جدا. يعني فطبعا التقطها بقى البعض، قال لك مش قلنا لكم والقصة، ولما كان سكرتير للاتحاد الإفريقي الأهلي حصل على بطولاته بجهده وعرقه. الأهلي حصل على لقب نادي القرن بجهده وعرقه. باسمه، مش مهندس مصطفى فهمي له كل الاحترام وكل التقدير وكادر اداري محترم وكبير يعني، لكنه عيب ان انت تقول هذا الكلام. يعني يا اخي اذا مش عارف تتكلم اسكت، خلي غيرك يتكلم. ما ينفعش تقول انه انحني لك احتراما وسقف لك عشان بيقول المجلس حراميه والخطيب مش عارف ايه، تقول له انحني لك احتراما، وكمان تقول له مهندس مصطفى مراد فهمي وعمل ايه للاهلي في الاتحاد؟ ما عملش حاجه للنادي ولا يقدر يعمل حاجه للنادي الاهلي خالص. الاهلي بمجهوده يا اخي، الاهلي بقيمته، الاهلي بطمته، الاهلي بلاعبته، الاهلي بقدرته، الاهلي بعرقه، الاهلي بجهده. وانت جاي النهارده انت ما تعرفش حاجه عن النادي الاهلي، جاي النهارده عشان تفرض نفسك على النادي الاهلي، جماعه تنتخبك تطلع الاول، تطلع الاول، تطلع الاخير، تطلع الاخير، ما تطلعش خالص مش قضيتي. لكن يا اخي احنا مجهودنا وعرقنا وتعبنا انت ما تضيعوش بكلام انت مش فاهم منه حاجه. انا اقول لك بقى، اذا ما كنتش انت عارف ال4 سنين اللي انسحب منهم النادي الاهلي من افريقيا، كان المهندس مصطفى مراد فهمي كان سكرتير الاتحاد الافريقي، وكان عضو مجلس اداره في هذا التوقيت، وحصل غضب شديد جدا من الكابتن صالح سليم عليه بعد ايقاف الكابتن طارق سليم لمده سنه، والراجل بقى غالبا ما بيحضرش الجلسات، وبعد كده ما دخلش مجلس اداره النادي الاهلي من 17 سنه. ما اقول لك التاريخ، هل ده يقلل من قدر المهندس مصطفى فهمي؟ ابدا. بس انا بقول لك عشان تبقى عارف انه الكابتن صالح زعل جدا
لانه في عهده كابتن طارق سليم شقيق الكابتن صالح سليم مشرف على الكوره تم ايقافه لمده سنه، والاهلي قرر الانسحاب من البطولات الافريقيه وقعد 4 سنين ما يلعبش. افهم، ما كنتش عارف التاريخ افهم، يعني ما كنتش عايز او مش عايز تفهم خلاص بقى، يبقى ما تتكلمش باسم النادي الاهلي. انت ما تفهمش، ما تقدرش تتكلم باسم النادي الاهلي، ما تعرفش تتكلم باسم النادي الاهلي. الحاجات دي اللي بتجنني وبتغيظني. افهم يا اخي، اعرف يا اخي. نجم الحياديه، يعني انا مش هتكلم على انتخابات زي ما وعدت حضراتكم، بس هتكلم على رمز مهم في عالم كره القدم، سواء داخل النادي الاهلي او في الاتحاد الافريقي او في الاتحاد الدولي. وانا كاتب نقاط مهمه جدا على الكلام اللي انتوا سمعتوه، وشوفوا اللي انا هقوله ده صح ولا غلط. اولا انا كاتب نقطه نقطه من اللي انتوا سمعتوه. بعيد عن الانتخابات خالص خالص، وانا عارف انت بتعمل الكلام ده لمصلحه مين، لكن برضو ماليش دعوه. انا هتكلم عن شخصيه اهلاويه ورمز مهم اسمه مصطفى مراد فهمي، شخصيه محترمه مهذبه مثقفه، ليه جذور داخل النادي الاهلي كبيره. لما بنتكلم على جد مصطفى مراد فهمي من تأسيس النادي الأهلي، واسم كبير داخل النادي الأهلي، ووالده الرئيس الشرفي للأهلي، أروح جاي قايل له أنت ما بتفهمش حاجة، وهو كان كمان عضو مجلس إدارة، أجي أقول لمصطفى مراد فهمي أنت ما بتعرفش تتكلم اسكت. ملعونة الانتخابات اللي تخليكوا تقللوا من الناس، ملعونة الانتخابات اللي تخليكوا تقللوا من ناس محترمة ليها تاريخ كبير جدا جوه النادي الاهلي. عايز اتكلم على بعض النقاط كده اللي اتقالت عشان نرتبها مع بعض. هو الراجل في الندوه بتاعته ما قالش اللي انتوا قلتوه، بس هو الدار بعيني من تحت الحزام، لكن انا هنا هتكلم على رمز وشخصيه محترمه جدا 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 اللي قدمه. قال الراجل ده قدم حاجات كتير جدا جدا للنادي الاهلي. لو انت مش مذاكر والنوايا الخبيثه هتشتغل، احنا نقول لحضرتك لما كان في ثورات كان صعب جدا يقول لك استاد القاهره لا، مش عارف جونه لا، لا برج العرب المقاولين. الراجل ده كان بيساعد اهلي وزمالك علشان المباراه تتلعب فين. احيانا كنا نروح الجونه لان الظروف كانت في مصر صعبه، واحيانا كان الاهلي يلعب في المقاولين العرب زي النهائي. بيساعد حتى لو هو مش موجود، بيتكلم مع الناس عشان يساعد مصر، الاهلي والزمالك. لو انت ما تعرفش الكلام ده قوله، اجي اقول له انت مصطفى مراد فهمي اللي بيتكلم 4 لغات، فرنساوي واسباني وانجليزي وايطالي، اجي اقول له انت ما بتعرفش تتكلم عشان خاطر انتخابات ويا عيني بيتملى عليك، تهين الراجل بالشكل ده. مصطفى مراد فهمي اللي والده رئيس شرفي للنادي الاهلي عشان انتخابات تقلل من الراجل بالحجم ده، ده حاجة تحزن. تاريخ الراجل كبير جدا في الاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي، راجل بينظم مسابقات عالمية، وجهة مشرفة لمصر، وجهة مشرفة لمصر. اهينه بالشكل ده، وبعدين بتقول له كابتن صالح زعل منك. انت نسيت انت عملت ايه مع كابتن صالح؟ انت نسيت انت عملت ايه مع كابتن صالح؟ نسيت القضية؟ نسيت السيف اللي قلت على كابتن صالح؟ وتقول له كابتن صالح زعلان منك عشان ترضي ناس، عشان ما عندكش حيادية وترضي ناس، تهين ناس رموز. مصطفى مراد فهمي يا أخي عيب، يا أخي عيب، يا أخي نتقي ربنا، يا أخي عيب. نحافظ على الناس الكبيرة دي، ما أنا عشان نيتك وحشه قلت على نادي القرن. هو الراجل ما اتكلمش خالص لان كان معانا زملاء صحفيين، ممكن ادخلهم لك دلوقتي، كانوا ليه تصريحات كانت موجوده، ما اتقالش الكلام ده خالص. يا اخي عيب، يا اخي عيب، الرموز دي عيب. ده مصطفى مراد فهمي اسم كبير جدا، والله الراجل ده اسم كبير جدا واسمه محترم بعد ما بيدير الدوريات. ايوه ايوه، كان في الاتحاد الدولي اسم مهم، بيقعد جنب رئيس الاتحاد الدولي، كي قيمة وقامة وهو جنبه كده في الإيفنتات الكبيرة العالمية. بنقول اللي جنب رئيس الاتحاد الدولي
المصري مصطفى مراد فهمي، العالمي مصطفى مراد فهمي. ايوه العالمي، ايوه ليه علاقات بره كبيره جدا، رئيس المستشار داخل الاتحاد الالماني، صديقه الصدوق، انا بقول لكم معلومات انا عارفها، وبيقعد مع قامات في 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 في, في العالم في الكوره. اجي اقول عليه ما بيعرفش يتكلم، اجي اقول عليه ده بيشتم الكابتن صالح او كان في خناقه مع الكابتن صالح، اجي اقول عليه انت ما بتفهمش حاجه، هو ده مش رمز يا اخواننا ولا ايه؟ وهنا بخاطب جماهير الاهلي وبخاطب اعضاء الجمعيه العموميه داخل النادي الاهلي، هو الرموز كتير ولا عند الراجل دوت مفيش رموز على الكيف وعلى المزاج؟ انا بتكلم والله بمنتهى الامانه، انا ما بتكلمش اهو بعيد عن الانتخابات، انسوا سيبوا ده على جنب، انا بتكلم على الفكره دي، فكره مصطفى مراد فهمي ما بيعرفش يتكلم. مصطفى مراد فهمي ما بيعرفش يتكلم، امال مين اللي بيعرف يا راجل؟ ده احنا جهله، انا اقول على نفسي كده قصاد الراجل ده ثقافة وعلم واحترام وعلاقات، وبيتكلم في كرة النادي الأهلي وتحولاتها للتكنولوجيا والعلم اللي دخل فيها يا عم بلاش، أنت وأنا ما نفهمش فيها حاجة، عشان انتخابات يبقى ما بيعرفش يتكلم. مصطفى مراد فهمي يا نهار أبيض، مصطفى مراد فهمي بنشكك اللي هو بيخدم النادي الاهلي؟ انا عندي معلومات، عيب اللي انا اقولها على الشاشه، ده ناقص يقول لنا بس اللي هو مش اهلاوي، والله عيب. القيمه والقامه ده نقول له الكلام ده انت ما بتفهمش حاجه اسكت، ما دام ما بتفهمش في حاجه اسكت، ان طلع العيب من اهل العيب ما يبقاش عيب. عايز تخدم على قايمه زي ما الناس عارفه بالمناسبه، خدم عليها عادي، انا ماليش دعوه، لكن ما تهنش حد، ما تقللش من حد، ما تقللش قامات، ما هو كل الانتخابات في كل الانديه بتخدم على قوام وفي الاخر بيسقطوا، وحسبت لحضراتكم دلوقتي. لكن عيب، عيب مصطفى مراد فهمي اسم كبير جدا جدا والله، اسالوا المسؤولين وقتها. اقول لكم على حاجه، اسالوا، انا ما ينفعش اقول الكلام ده، اللي كانوا مسؤولين داخل النادي الاهلي يعرفوا الراجل ده لازم تحدد المباريات في افريقيا قبلها بوقت كبير، عشان بيقول لك مباراه النادي الاهلي يوم كذا على استاد كذا، حاولوا ياخروا لان مصر كانت في ظروف صعبه، الراجل كان بيساعد اهلي وزمالك. والله الواحد حزين على اللي بيحصل ده، والله الواحد بيحزن على اللي يشوف ده، انتخابات نهين ناس قامات بالشكل ده عشان اخدم على ناس وناس تانية اهينها. راجل مسؤول عن مسابقات، مدير المسابقات في الاتحاد الدولي، مسابقات كبيرة زي يا جماعة، كان بينسق مباراة نهائي كاس العالم في جنوب افريقيا، الراجل ده كان منسق في 2010 في نهائي كاس، اكلمكم في ايه؟ اكلمكم في ايه؟ اصل الحاجات دي الناس المهتمين قوي بعالم كره القدم ويعرفوا القامات اللي موجوده ملعونه، الانتخابات اللي تخليك تقول على قامه كده، ده حاجه. انا عنده امور كتير جدا انا عارفها، لكن بعيد، انا بتكلمش هنا بقى عن، بتكلم على شخصيه محترمه، هو ده مش رمز يا اخوانا؟ هو ده مش شخصيه مهمه؟ الراجل ادب واخلاق وصوت واطي، مفيش صوت عالي، وبيحترم الصغير قبل الكبير، وساهم بالفعل، ساند على قد ما يقدر في امور كتير جدا، ليه النوايا الخبيثه وودى النادي الاهلي نادي القرن؟ ما طبعا الاهلي بياخد بمجهوده، وطبعا الاهلي بياخد بعرقه، والاهلي بياخد بتخطيطه مع كل المجالس، لكن النوايا الخبيثه دي ايه ده؟ ايه ده؟ عيب، عيب. نروح نشوف الصندوق اللي بعد كده فيه ايه ونعلق عليه.
عجبني فريق العمل كاتب صاله تحرير واحده. طب يعني ما قداميش حل غير ان انا اعرض لحضراتكم الكلام ده. بصوا يا جماعه، الجريده دي ايه والجريده دي ايه؟ الشروق وده اهرام مسائي. محمود علام هنا بنحط السم في العسل، بيوقعوا بين ولاد النادي الاهلي اللي هو بياخد صلاحيات فيما معناه شيرين شمس المدير التنفيذي للنادي الاهلي. النهارده انا ما رضيتش يعني اللي موجود امام حضراتكم ده، اللي موجود امام حضراتكم لكم ان تتخيلوا اللي في 7 صحف ومواقع نازله كلام واحد: طاهر يستعين بعلام للسيطره على، بعيد عن انتخابات ايضا، انا ماليش دعوه، بناقش خبر بينزل من صاله تحرير واحده. طاهر يستعين بعلام للسيطره على العمال والموظفين، تدخل تلاقي نفس الكلام، بيشقوا الصف ما بين ولاد النادي ما بينهم بعض، اللي هو اللواء شيرين شمس المدير التنفيذي كانه بياخد صلاحياته، والكلام ده غير موجود بالمره. كل الصلاحيات لمحمود علام، ده في الخبر الثاني. الله الله، زعلانين زعلانين من ايه؟ زعلوا على نفسكم، ما زعلوش مننا احنا، احنا رد الفعل. يعني هو ده اللي بنقوله يا جماعه، ايه راي حضراتكم؟ يا جمهور الاهلي يا عظيم. ايوه يا اعضاء الجمعيه العموميه يا عظام. يا كبار جدا. احنا بنحترمكم عشان كده بنعرض الكلام ده، عشان تبقوا عارفين ناديكوا في ناس عايزه منه ايه، مش اكتر من كده. فين اسم الصحفي اللي مكتوب يا اخوانا على الخبرين؟ فين؟ ينفع نكبر شويه ولا صعب؟ اهو قدام حضراتكم اهو. لا خلاص خلاص، خليهم زي عشان الناس تبقى معانا، بس مش انا مش مهم، انا وحش دلوقتي رغم ان الكل دولت كانوا بيشيدوا بينا. يا جريء يا جريء يا 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 قوي، كان بيتقال لنا كده من نفس الساعه. لا 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 لا، انت ما تخافش من حد. ايوه كان بيتقال لنا كده، لكن عشان لما دخلتوا اللعبه ما قداميش حل، الاهلي اهم. فين اسم الصحفي؟ امبارح كان الضرب في الاستاذ عباس الشال، قبليه اللواء سيد عبد الرؤوف، قبليه، واوعوا تفكرين الناس اللي جوه النادي بتعبز بالمجموعتين، عارفينهم بالاسم، لكن ماليش دعوه، انت قابل على نفسك كده خلاص، والاتنين مصدقينهم خلاص، لكن ربنا عالم الغيوب كلها زي ما قلت لحضراتكم كتير، واللي بيخاف ربنا هو اللي هينجو، واللي بيقول كلمه الحق هو اللي هينجو، واللي ما بيخافش غير من ربنا هو اللي هينجو، واحنا بنعمل الطريق ده. انا عارف هيهاجمونا وهيقطعونا، لكن الحمد لله في ربنا مستمرين. ويرجعوا يقول لك احنا بنخبط في طب فين اسماء الصحفيين اللي احنا بنخبط فيهم هنا؟ مش مكتوب اسم حد، لكن عارفين ليه؟ عشان انتوا عايزين تضربوا في ناس على حساب ناس، بس خايفين تقولوا. عارفين امتى هقول لكل واحد فيكم شابوه؟ انت راجل، شابوه ليك اللي تحط اسمك وتقول انا بدعم قائمه على حساب قائمه، لكن ما عندكش الجرأه اللي انت تظهر في النور. دايما تشتغل في الخفاء، ولازم تفهموا اللي مصر اتغيرت، والتفكير ده لازم يتغير، والعقليات دي لازم تتغير. مصر وهي بتتغير ما ينفعش تعاملني بنفس الاساليب اللي قعدنا عليها 30 و40 سنه. التفكير العقيم، وقع وروح لطرف على حساب طرف وتحت مسمى الحياديه. اطلع للنور وارفع ايدك، انا بساند قائمه واحده، مع ان ده غلط، بس عشان انت عارف اللي بتعمله غلط فخايف ما بتحطش اسمك. ايه رايكم؟ انا كمان غلطان، انا كمان بتكلم في الاسم موجود في المقالتين او في الخبرين ونفس الخبرين. على فكره انا بقول لكم ده 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 اكتر من 6 7 مواقع وكاتبين كده بالحرف نفس الكلام، ده مش غريب. نروح نشوف الصندوق اللي بعد كده.
ها او ها او ما ينفعش اقول غير كده. اسمه يا جماعه استاذ عمر عبد الحفيظ. لا ما مش اخو الكابتن سيد على فكره. مكتوب فرضة ملهاش دعوة بانتخابات للمرة المليون. أنا بتكلم على مواقف. بص نفس الكلام. أبص يا جماعة أنا محمود علام أخذ تعليمات اللي هو واضحة وصريحة. اللي مش الدعاية وجوه النادي وشيرين شمس وبياخد صلاحيات شيرين شمس ومش عارف إيه والسيناريو والفيلم الهندي. إيه ده؟ بس ده كتب اسمه. بنشكرك يا استاذ عمر اللي حضرتك كتبت اسمك. استاذ عمر انت جبت المعلومه دي منين؟ ممكن بكره حضرتك تكتب لنا عشان نعرضها. استاذ عمر حضرتك الكلام اللي انت كاتبه مش مظبوط. استاذ عمر حضرتك بص لزمايلك اللي حواليك اللي ما كتبوش الاسم، انت بقيت زيهم. لكن انت انا احييك اللي انت حطيت اسمك، واحييك اللي انت راجل بتتكلم كلام موضوعي وخلينا متفقين مع ده يا استاذ عمر. لكن الغريب يا استاذ عمر انا بساله لك لما يبقى خمسه سته سبعه سواء مواقع او صحف بتكتبوا نفس حاجه واحده. استاذ عمر السؤال والنوايا علمها الله. ايه اللي بيخليني اقول صاله تحرير واحده اللي الكلام كله واحد؟ استاذ عمر انا اثق فيك لما يجي لك حاجة بعد كده من صالة التحرير الواحدة اللي انت مش هتكتبها لان انت غير، عشان انت ما خفتش وحطيت اسمك. مش هقول اكتر من كده. واللي عايز يشتكي واللي زعلان، انا بقى اللي بكلم هنا نقيب الصحفيين الاستاذ عبد المحسن سلام والاستاذ محمد شبانة رئيس رابطة النقاد الرياضيين. هل ينفع عدم المهنيه اللي احنا بنشوفها دي كل يوم كل يوم؟ انا بقالي 14 يوم بعرض الكلام ده. هل دي المهنيه يا فندم؟ صحف ومواقع انا اكلم الصحف نفس الكلام هو هو، ولما يجي يهاجموا حد ايا كان هو الاسم مين جوه الاهلي يبقى كله واحد والكلام واحد والفعل واحد والضرب واحد، نفس السياق يا فندم ونفس الصياغه بتاعت الكلام، ينفع يا فندم؟ هتشتكوا تقولوا ايه؟ بتشتكوا تقولوا اللي احنا شغالين صاله تحرير واحده، اللي احنا بنهاجم ناس جوه النادي الاهلي، ده نادينا بقى اهم منكم. انا اسف. انا اسف. ما تسيبوا الاهلي وشغال بانتخاباته، حتى اللي تكلمنيش عن حياديه تكتب خبر لناس عمودين 100 كلمه ما احنا فاهمين شويتين. وجنبها خمس عواميد ب 500 كلمة، حيادية دي؟ دي مش حيادية. أكيد الإخوة الصحفيين في ناس في البيت ما تفهمش معنى كلامي وهم فاهمين كويس. دي حيادية؟ فعايز تشتكي تعالى أوصلك. لكن ده الأهلي، ما تشقش الصف جوه نادينا. شيل شيل يا عم شيل الكلام ده. كل حد من جمهور النادي الاهلي المحترم يشوف اي حته في اي مكان ابعت لنا، شارك معانا، خليك ايجابي وانتخب اللي انت عايزه. انتخب. انا كلامي من شويه كمان على الاستاذ مصطفى مراد فهمي عشان اوضح. انا بقولكش انتخبه، لكن بقولك ده قيمه وقامه اتقال عنه ما بيعرفش يتكلم، ده ما بيعرفش يتكلم، يتكلم خمس لغات ولا اربع لغات. ده اسم كبير، ده اسم محترم. لكن بقولكش انتخبه، انا بوضح اللي ده رمز جدوده وجذوره جوه الاهلي، والده رئيس شرفي. لما اللي بيعرف طبيعه النادي من جوه صوره جدوده موجوده. في الاخر تطلع تهينه عشان املى عليك وتقف مش ملتزم بالحياديه، هو ده اللي انا كنت اقصده. اللي عايز ينتخب حد ينتخب، انا ماليش دعوه. لكن انا بتكلم على فكره الرمز واهانه الرمز. ونفس الفكره الثانيه اللي انتوا بتشوفوها. اي حد بيشوف الكلام ده ويشوف الكلام ده بيحصل، احمي ناديك معانا، ابعت لنا وهنعرض على طول ونقول اسم اللي بعت لنا لو سمحتوا. ده في حاجه تزعل حد؟ ده كده انتخابات؟ ده كده في حاجه؟ هنروح للصندوق اللي بعد كده. لكن معانا تليفون مهم جدا
فريق العمل بيقول لي، اللي هو اتصل بفريق العمل دلوقتي الاستاذ كامل زاهر عايز يوضح معلومه مهمه جدا. امين صندوق النادي الاهلي، استاذ كامل اتفضل، حضرتك عايز تقول ايه؟ ادي ازيك، اخبارك ايه؟ ازيك يا فندم، اتفضل. انا بس سمعتك دلوقتي وانت بتتكلم، هو طبعا الخبر مكتوب بطريقه مش صحيحه. اولا انت عارف كويس ان ست المستشار في الفتحي كان طلع وشرح ان مفيش حاجه اسمها يحجز على ارصده النادي الاهلي، لان اصلا الحكم ده لسه فيه طعون، طالما في طعون محدش يقدر يعمل اي حاجه. ده بالنسبه لحته انه يحجزوا على ارصده النادي الاهلي. تاني حاجه، موضوع ان احنا واخدين احتياطي، ده قيد دفتري، قيد دفتري بتفرضه عليك قوانين المراجعه والمحاسبه، وبيضطر تاخد في الدفاتر لما يكون في اي قضيه مرفوعه فيها احتمال خساره ومكسب. تمام. كنا قضيه مرفوعه عليك، فانت بتاخد قيد دفتري في الدفاتر، بانك انت بتعمل احتياطي في الدفاتر للمبلغ اللي هو ممكن يكون في احتمال ان هو يدفع، وده بيفرضه عليك المراجعين، وبتفرضوا عليك اصول المحاسبه والمراجعه يعني. فده قيد دفتري مش فلوس حاطينها على جنب يعني. حضرتك صرحت قلت اي تصريح بالشكل ده؟ لا لا، انا قلت ان في واخدين احتياطي ب 134 مليون جنيه في الدفاتر. تمام تمام. الدفاتر حاجه والكاش والخزنه حاجه، دي نقطه. ثانيا، احنا مش بنتفاوض علشان نديهم فلوس عشان ما يحجزوش علينا، ما هو العنوان، انت لو تبص العنوان اللي محطوط فوق ما معناه ان احنا بناخد احتياطي، بنتفاوض مع مسك نديهم الفلوس عشان ما يحجزوش علينا. ده كلام مش صحيح، ان هو ما يقدرش يحجز علينا، لان الحكم ده لسه مش نهائي، لسه فيه طعون. فدي نقطه. النقطه الثانيه اللي هي في احتياطي، احتياطي دي حاجه محاسبيه، قيد محاسبي، حاجه في الدفاتر مالهاش دعوه بالكاش. تمام تمام. استاذ كامل زاهر امين صندوق النادي الاهلي، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. دايما اي حد اسمه بيبقى موجود بيحب التوضيح بيبقى معانا، والراجل هو اللي موجود هو عنده التصريحات هو اللي قالها، قال لك انا ما قلتش كده. طيب اتكلم بشكل عام، ليه نحول كلامه غلط؟ دي رقم واحد. ليه طول الوقت الضرب من تحت الحزام؟ فنصيحتي للجميع، اللي هينجح في انتخابات النادي الاهلي هنقول له اكيد مبروك، لكن استعينوا، اللي هينجح استعينوا للي ليهم ولاء اهلاوي، استعينوا باللي ليه خط واحد وعمره ما بيحيد عنه، استعينوا بكلمتهم واحده. ام كل يوم برأي زي ما بيدعي اللي هو بيساندك، اللي هينجح هتلاقيه اول واحد بيتعانق لما هتلاقي اما تقفل حنفيتك. ده نقطة مهمة جدا. نروح نشوف الصندوق اللي بعد كده. انا مش هرد، الاستاذ كامل رد على المقالة اللي قبل كده اللي احنا كنا بنعرضها، ولكن من حقه اللي هو يرد كراجل امين صندوق في النادي الاهلي. والراجل دخل اتكلم مش في انتخابات ولا حاجة، اتكلم في جزئية بيكذب الخبر الموجود اللي هو مكتوب بدون اسم صحفي. فبقول لك يا استاذ كامل، انت وكل الناس اللي نازله الكلام دوت لا يليق بالنادي الاهلي. ما تردوش على الكلام ده اساسا، لان الضرب من تحت الحزام كتير جدا جدا لكل الناس، لكن انا الحاجات دي كانت موجوده فمهم جدا كنت اعرضها لحضراتكم. نروح نشوف الصندوق اللي بعد كده فيه ايه ونرجع لحضراتكم. الحاجة التانية، النقطة اللي أنت بتقولها حوصل معاك، إنه المعارضة حكمت النادي الأهلي، حوصل معاك. وده وارد بنسبة كبيرة، خلي بالك يعني احنا 50% 50%. ما أقدرش أقول لك إنه في كفة أرجح من كفة يعني، المجلس ائتلافي الرئيس والقصة يعني. والناس والنبي ما تفهمنيش غلط أو ما تقولش إن أنا بهول يعني. عايز أقول للناس ارجعوا للي حصل لما في مصر. في مصر. ما دي وجهة نظرنا فعلا، صح؟ ارجعوا وشوفوا لما الاخوان اللي قعدوا طول العمر يحلموا بالكرسي وبالمكان وخدوا حكم مصر، ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل في البلد من اولها لاخرها؟ البلد يعني كانت داخله على حرب اهليه. دكتور، لما انت تشوف الحاجات اللي اتمسكت في عرب شركس، حتى اللي قد كده، دي كارثه.
التلات اطنان متفجرات، مواد التي ان تي، القنابل، المتفجرات، الاحزمه الناسفه، اللي براميل البارود، لا مصيبه سوداء. فانا خوفي الواضح انه اذا جاءت المعارضه لحكم النادي الاهلي وهتبقى في الحكم وهتعرف تشتغل بشكل جيد، هنكون اول من يمد يدنا اليها ونقول لها اهلا وسهلا هنساعدك. لكن اذا جاءت المعارضه وغالبا ما تجيء بغرض الانتقام، دايما انتقام. لا هو احنا شفنا الوزير الرياضه السابق وهتشوف هتعين مين، وهتشوف مين اللي هيديرها، لان هو وزير الرياضه السابق بيأيدها، وزير الرياضه الاسبق بيأيدها، مع احترامي طبعا، بيأيد للناس اللي ما كانش لهم شغل في النادي. بص، كل اللي ما كانش ليه شغل في النادي الاهلي هو اللي رايح بعيد. لكن النهارده انا بتكلم على فاروق جويده وعلى عصام عبد المنعم وعلى حسن المسكاوي وعلى صلاح السعداني وعلى اخي، انا مش عارف افتكر بقيه الاسماء. كابتن انا عايز اقول لحضرتك، انا واثق ان اعضاء النادي الاهلي يا كابتن، دي مهمه جدا. اعضاء النادي الاهلي يا كابتن، النقطه دي مهمه جدا، خلي بالكم منها وانتبهوا ليها، لانه لم يتبقى في مصر سوى مؤسستين. طب اهلي الجيش، الله يفتح عليك. والحمد لله والشكر لله، الجيش في ذكر، فما حدش قدر يقرب من الجيش. الكلام دوت لكل مشاهدي النادي الاهلي كان من 4 سنين قبل الانتخابات اللي فاتت. وليه هتقولوا لي بتعرضوا النهارده؟ هقول لحضراتكم ليه. نفس الكلام ونفس العقليه ونفس المصداقيه ونفس الحياديه ونفس اللي انتوا بتشوفوه، وهو ده هدفي اللي انا قلته لكم. هو ده، هو نفس الكلام. هو مثلا على سبيل المثال حرب وتربط بالانتخابات، لكن ده مش كلام انتخابات. هو اللعيبه اللي كانت بتساند دلوقتي، اللعيبه اللي بتساند ايا كان هنا او هنا، هم بيروحوا عشان عاوزين شغل. اللي مش شغالين بس هم بيروحوا عشان مش عايزين شغل بقى هنا او هنا. يا راجل حتى دي فيها اهانه للناس والنجوم. وعشان كده قلت للعيبه كلها خلي بالكم، خلي بالكم، اي لعيب ليه اسم وليه تاريخ كبير بتروح بقيمتك، وواجب اي مسؤول جوه النادي الاهلي يوجد لك مكان عشان ليك تاريخ جوه الاهلي. حد يعترض على ده يا ناس؟ ده قمه الاحترام. وبعدين نفس الفكره بتاعه البطنيه والقنابل، وهيجيبوا بلطجيه وهيضربوا، وهيخشوا على كابتن مش عارف مين وهيضربوا. حد يقدر يمس الكابتن محمود الخطيب النجم الكبير بكلمه؟ انتوا جننتوا؟ فبطنية ومش عارف ومش عارف ايه. من 4 سنين قال لو مسك محمود طاهر المجموعة اللي معاه وشبههم بالمعارضة، مع ان كلنا واحد. معارضة ايه وزفت ايه؟ انتوا طلعتوا مصطلحات، والله الواحد لما قعد في النادي ليل ونهار وبقاش يمشي قعد يضحك على الكلام اللي بيشوف. الكل واحد، الناس كلها بتبص، ده عايز فلان بيبقى قاعد مع زميله اللي عايز فلان التاني، وكله قاعدين وبيتغدوا وبيضحكوا، ما لهمش دعوه باللي انتوا شايفينه ده خالص اساسا. قال لك ايه؟ قال لك لو جم قنابل وبارود وحزام ناسف وانا اثق في الجمعيه العموميه. انه جمعيه عموميه تسمع كلامك، كنت عمال في 2017 بتكلمني على بلطجيه وبطنيه ويضربوا نجومنا او حد يمس نجومنا، وفي 2014 بتكلمني عن حزام ناسف وبارود ومش عارف اقول لك ايه. بس يعني انا ما عنديش حاجه فعلا اقولها للكلام ده. والجماعه العموميه هتقول كلمتها، ما قالت كلمتها بعيد عن الانتخابات. انا عملت ربط بس في الاول عشان تبقوا انتوا معايا في الصوره. لكن ايه ده؟ هي دي الحياديه؟ حياتي بس والله العظيم الناس دي بتصعب عليا، بتصعب عليا يا عيني، اللي بتبقى لا حول ولا قوه تحت مسمى الحياديه، تحت مسمى الصداقه. لا ده مش صداقه، دي مش صداقه، دي الصداقه اعتقد والله والله هي دي الحقيقه، وده اللفظ اللي انا هقوله ده اللفظ الحقيقي. دي صداقه مشينه. مين يقبل انا لو انت صوتي الاعلامي وجاي تقول لي هتضرب؟ مين ده اللي يتضرب؟ هل حد مخلوق على وجه الارض يقدر يلمس الكابتن محمود الخطيب لمسه؟
انت هتجري احنا هنقف. هل حد يقدر يقول للكابتن محمود الخطيب كلمه؟ ده اسطوره، ده نجم كبير، ده اسم كبير، وكمان محمود طاهر اسم كبير وشخصيه محترمه، هنقف للاثنين؟ ايه الكلام ده؟ الواحد قال كل يوم وكل بيحاول يفهم الناس. ايه ده؟ قال لك ايه؟ قال لك ايه؟ قال جمله خطيره جدا، قال لك لما هيجوا هيبقوا زي الاخوان، ده جمله خطيره جدا. انا ليه بسترجع بس عشان اوري حضراتكم ان دي مدرسه عايشه وسطنا وهتفضل عايشه ومش هتنتهي. عارفين فكره، والله العظيم انا على فكره في الكواليس دمي خفيف يعني وعجبكم، بس بحاول اكون منضبط. فكره محمد ابو سويلم، النوعيه دي هتفضل موجوده في نفس الاعلام وهتفضل تسمعوا نفس الكلام في 2080. القنابل والبطنيه وحسام والحزام الناسف والبارود والاقتحام والضرب والشتيمه والاهانه، ده من 4 سنين هو اللي انا بشوفه. انا ليه عرضت ده؟ عشان ده الكلام ده اتقال من 4 سنين. مدارس ما بتتغيرش، مدارس ما بتتغيرش، بيرعبوا الناس. طب انا اقول ايه؟ الاعضاء اختاروا. طب عارفين الجمله الخطيره هنا؟ قال لك المعارضه تبقى زي الاخوان بالظبط، هيخشوا يدمروا ويجيبوا قنابل وهتسمع اعرض تاني الكلام. طب ما هو الاهلي، طب تعالوا نشوف بقى الاهلي اتدمر ازاي بكل رؤساء والناس جت طورت وجت بنت. الجمله المهمه اللي الكل تعب، كابتن الفريق مرتجي، الكابتن عبد الصالح الوحش الفريق مرتجي، كابتن صالح، الكابتن حسن بمجلسه بالكامل مع المهندس محمود طاهر، الكل تعب والكل اشتغل. بصوا يا جماعه، في فوق على البوابه الحديد اللي جوه ده، هنا بيتصنع القنابل. شايفين تحت الكراسي هنا في، هتلاقوا في شنط زي الافلام اللي كنا بنشوفها، هتلاقوا في شنط رقميه، اللي هيجي يقعد هتروح جاي تلاقي صواريخ طالعه. واقول لكم على حاجه، الاهلي صنع نووي بجد، بكلمكم بجد. شايفين النووي وعمال الاهلي اللي هم والامن اللي بيتدخلوا بيطلعوا نار من بقهم. اه بجد، انتوا مش مصدقين؟ ما هو اللي هو سيد يعني اللي بيتشتم ده بيطلع نار من بقه مع الامن كلهم. لا، مدينه نصر مالهمش دعوه، دول غلابه محايدين. وفي ناس شايفين بقى، في ناس بتطير فوق الشجره، هي هتظهر دلوقتي حالا، هي هم دول اللي بيجيبوا البارود. يا جماعه الكاميرات جايبه من هناك، شايفين اللي واقف فوق عند المبنى الاجتماعي؟ لا ارجع لي، ارجع لي يا مخرج، ارجع لي. لا ما تفوتش دي عشان الامن لازم يتدخل بسرعه. شايفين اللي فوق ده؟ ده الحزام الناسف اللي هيدمر الاعضاء عشان جابوا المجلس اللي موجود ده. الناس جت واشتغلت، الامور بسيطه، واللي هيجي بعدهم هيشتغلوا، واللي قبلهم اشتغلوا، واللي قبلهم اشتغلوا، وده الشكل الجميل. ولا شفنا قنابل ولا شفنا حزام ناسف ولا شفنا الحاجات اللي احنا اشتغلوا، نجحوا مبروك، ما نجحوش اي حد هينجح مبروك، اهو الشكل الجميل الرائع المحترم، وحاجه نفتخر بيها كاهلاويه. عرفتوا بقى يا ناس، عرفتوا يا 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 اهلاويه يا اعضاء يا جماهير اللي مفيش مصداقيه، عرفتوا ولا ما عرفتوش؟ عرفتوا اللي هو بيستخف بعقول الناس سنين طويله، مش قادر يصدق اللي فيه؟ كل حاجه بنرجع لها يوتيوب يوتيوب، يعني مش عايز اقول حاجه ما يصحش اللي انا اقولها، لكن انه حياديه، انه حياديه. هرجع اذكركم بموقف، والفيديو الحمد لله نايمين شاربين واكلين، في موقفين. موقف عشان مش عايز اسمع الكلام ده تاني، هقوله لحضراتكم كل حاجه على الشاشه، لان انا خدت عهد ما بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى كل حاجه هتبقى امام حضراتكم، انتوا الشاهد. الموقف الاولاني ان ايام انتخابات الاستاذ ممدوح عباس، نفس الاعلام ده طلع قال في يوم من الايام احنا في الفعل غلطنا اللي وقفنا مع جبهه ضد جبهه، والكلام ده مش هنعمله تاني. الكلام ده جاي بتنفذ اجنده جوه النادي الاهلي، او بلاش كلمه اجنده دي، الكلام ده موجود بالفيديو بالمناسبه. تاني نقطه، عارفين اللي بيخلينا نتكلم بكل قوه؟ حضراتكم
واه يا كبار داخل النادي الاهلي واه يا محترمين، لكن الادوات اللي في ايديك، الادوات الصعبه، الادوات اللي فيها اخلاقيات، لو في يوم من الايام اتمسك علينا حاجه زي كده لا يصح ان انا خاطب جماهير النادي الاهلي، ولا يستحق ان ابقى على شاشه النادي الاهلي، ولازم اقعد اعتذر سنين طويله عشان اظهر تاني. الجديد عندنا توزعوا ارقام تليفوناتنا على الصفحات، ولا يعمل زي ما في يعني قزم عندك بيعمل الكلام ده، ولا 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 ممكن ناخد اجراءات قانونيه، فكن مش هنتكلم في ده. لكن الاهم بالنسبه لي اللي حضراتكم لازم تبقوا عارفينه بيعملوا معانا ده، وبيعملوا حاجات اصعب من كده، ولا الهوى وماشيين بنغمه ولا تقربوا الصلاه، ما بيكملوش، يجيبوا يقطعوا من حاجات، كملوا الكلام لكن مش مشكله، لكن بنعرف نرد كويس. لكن الجديد اللي في ايدينا هيبقى الم شديد جدا جدا يتجاوز كل الخطوط الحمراء. هنفضل محتفظين بسلوكيات المهنه، وهنفضل ملتزمين باخلاقياتنا واخلاقيات النادي الاهلي، لكن مفيش في الاهلي حاجه اسمها معارضه، في الكل ايد واحده دلوقتي، في مفيش مش هيتشق الصف، والكل محترمين، كل ولاد النادي الاهلي اللي نازلين كلهم محترمين، وربنا مره تانية وثالثه ومليون يولي من يصلح. نروح نشوف الصندوق الاخير معانا ايه ونرجع لحضرتك. حاجة جميلة في الوقت الصعب اللي احنا بنعيشه، لان الحاجة الكويسة نديها حقها، والحاجة الصعبة برضو نتكلم عليها. ده صندوق ابيض. صندوق ابيض لخص كل القصة، انا معرفهوش ومفيش علاقة ما بيني وما بينه، ولكن لما الاقي حاجة جميلة لازم اشد بيها. في مقالة في الاهرام اللي كتبها الاستاذ عادل امين بتلخص كل حاجة، اسمها ارض النفاق. بيتكلم عن كشف الانتخابات اللي بيشهدها الرياضة المصرية. أنا هختصر لحضراتكم، أنا بشوف وبحاول أختصر. اللي الرياضة المصرية فيها انتخابات في اتحادات وأندية بتظهر الجانب السيء من عدم الحيادية. وخلوني أقول لحضراتكم يعني سريعا كده، قال لك تحت مسمى العمل التطوعي، والحقيقة مفيش حاجة اسمها تطوعي والكل عايز مناصب، لكن بتلاقي البعض بيتدخل لعدم حيادية وغير حياديا. وغالبا تفرز الانتخابات في المؤسسات الرياضيه الافضل، فهذه اللعبه تختلف عن الالعاب الرياضيه التي تتسم بالروح والاخلاق وهي سمه كل رياضي، اما الانتخابات فهي لعبه لا تحكمها قيم او مبادئ، ولكن المضمون غير ذلك، بعد ذلك دخل المال اليها. لقد اختلف نوايا المرشحين ما بين طامع شهره وصاحب مصلحه ومن يجري وراء المنصب و و و و و تحت بند العمل التطوعي، ودخل الاعلام في هذه اللعبه القذره. وان عدمت الحياديه، مش انا اللي بقول، استاذ عادل امين هو اللي بيقول، واصبح الانحياز لاشخاص معينه قوائم خاصه في السمه الرئيسيه كما في كافه البرامج الفضائيه، بعد ما ان اصبح المال هو الذي يحكم اللعبه، والاغرب ان كل البرامج تؤكد حيادها حياديها وهي ابعد كل البعد عن الحياديه التي يتكلمون عنها، حتى وصلنا الى المشهد الحالي، اتهامات وتجريح وبلاغات للنائب العام وبلطجه وكلام. استاذ عادل امين في الاهرام، انا بحيي حضرتك جدا جدا، اللي حضرتك صوت في بحر من عدم الحياديه، صوت حيادي محترم بيقول كلمه الحق، صوت شايف مشهد كلنا شايفينه، وفي وقت صعب محدش عايز يقول الحقيقه فيه، وفي وقت ناس بنثق فيها وما زلنا بنحترمها ما بتقولش الكلام ده. استاذ عادل، مقاله اسمها ارض النفاق، انا بحيي حضرتك عليها، وشفت حاجه احنا زيك شايفينها بالظبط، ناس كتير بتكلمنا عن الحياديه ولكن ما عندهاش ادنى او 1% من الحياديه. بكده
انتهت فقرات الصندوق الاسود، لكن الحمد لله ختمنا بالصندوق ابيض جميل مع الاستاذ عادل امين، وهنا سجع كمان جميل. نروح نشوف او فاصل سريع وبعدها استقبل اثنين من نقادنا المحترمين الاستاذ ايهاب الفولي والاستاذ حسن خلف الله. برحب بحضراتكم من جديد، ودلوقتي بنستقبل اثنين من نقادنا الرياضيين المحترمين. بنحب نناقش قضايا زي ما قلت لحضراتكم طول الوقت. بيبقى معانا نقادنا الرياضيين عندهم ملفات بيتابعوا الدنيا فيها ايه. خلونا نرحب بيهم عشان الكلام معاهم النهارده مهم جدا جدا. نرحب بالاستاذ حسن خلف الله الناقد الرياضي بالاهرام، برحب بحضرتك وهنخلص لك كل البدل اللي عندك. اهلا بيك كابتن شادي. انا بيعجبني شياكتك بصراحه. ربنا يخليك. والله بكلمك وانا بيعجبني لطفك. بتعمل اسقاط عليا؟ لا انت محترم. لا والله بجد انا ببقى سعيد ان اكون معاك، وانت راجل محترم الله يكرمك، تستقبل الناس كويس وده امر مهم. الله يكرمك استاذ حسن. كمان اللي غايب عننا بقاله فتره الاستاذ ايهاب الفولي، ونجم المصطلحات حبيبك استاذ ايهاب. برحب بحضرتك. الله يخليك كابتن شادي، طبعا سعيد بوجودي معاك ومع الكابتن حسن خلف الله، وبضم صوتي ليك طبعا. لازم نخلصوا البدل بتاعته. لا استاذ ايهاب اكيد كمان مع استاذ حسن عشره عمر كبيره جدا وصداقه مع حضرتك. وانا كمان ببقى مبسوط وانت موجود معانا عشان كلمه الحق اللي انت طول الوقت بتقولها. بص يا كابتن هقول لك على حاجه، هي القصه يعني للاسف احنا في وقت صعب جدا. صح. بيمر بالرياضه المصريه كلها مش بالنادي الاهلي بس، او بيمر بكل مناحي الحياه الرياضيه. يعني احنا في العصر دوت او في التوقيت دوت بنأذي نفسنا قبل ما بنفيد نفسنا. يعني النهارده لما اجي اتكلم قدام يعني في فكره الانتخابات بصفه عامه، واجي اتكلم اجي ابص يعني لو شلت حته انتخابات واجي ابص على المجموعه اللي موجوده كلها، سواء مجموعه قائمه كابتن محمود الخطيب او قائمه المهندس محمود طاهر او المستقلين اللي موجودين، هتلاقي ان كل الناس ديت بتربطنا بيهم صداقات وبتربطنا بيهم علاقات. يعني مثلا تكاد تمتد الى، انا بتكلم عن نفسي، الى 17 18 سنه. فمثلا الواحد من الناس ببقى حريص جدا، يعني لما باجي امسك قلمي واكتب ببقى يعني مش عايز اقول لك مثلا بقيس. النهارده انا كنت بكتب الموضوع بكره بتاع النادي الاهلي، بقيس الكلام وبعد الكلام، بشوف مثلا كم كلمه الموضوع ده، كم كلمه والموضوع ده، كم كلمه والموضوع ده، كم كلمه، قبل ما ببص على القارئ وقبل ما ببص على القلم اللي انا بكتب بيه او ببص على الكلام ده. انا ببص على حاجه يعني الناس اللي انا ارتبطت بيها بعلاقات، الناس اللي انا عشت معاها فتره طويله. طب انا هظلم ليه الطرف ده وهظلم ليه الطرف ده؟ طب ما انا ربنا يحاسبني على ظلمي لده او ظلم لده. دوت عنده يعني طريقه وده عنده طريقه، ناس شايفه وناس تحكم مين اللي يقدر يمشي. دي مدرسه محترمه. فانا بقولك يعني للاسف بقى لما تيجي تشوف، يعني انا زعلان. يعني انا حتى يعني كتبت بوست على الفيس عندي، قلت يعني حضر المرشحون وغاب الاهلي. يعني مجرد ان المرشحين ظهروا في الصوره حسيت ان النادي الاهلي كان الناس بتغيبه، كان الناس مش حاطه قدامها النادي الاهلي. المفروض النادي الاهلي ده احنا اتعلمنا طول عمرنا النادي الاهلي بمن حضر، سواء من حضر من مجلس الإدارة أو حضر من اللعيبة أو حضر من الأجهزة الفنية أو حضر من الإداريين. النادي الأهلي يتحط عنوانه وبعد كده السكان بتوع البيت يسكنوا في الدور الأول، في الدور الثاني، في الدور الثالث، أي مكان أنت بتنقي السكان. عمرك ما تبقى مثلا النادي بتاعك موجود في الزمالك أو في الجزيرة أو في جاردن سيتي وهتجيب سكان من العشوائيات. أكيد المكان طول ما المكان راقي ورايق وفي منتهى الجمال وفي منتهى الشياكه، اكيد الساكن اللي بيقعد جواه بيحترم المكان وبيحترم البيت. ف يعني انا بتمنى من كل الناس اللي بتبقى المحيطه بالعمليه الانتخابيه، وانا باكد على كلمه المحيطين سواء جمهور سواء اعلاميين سواء اي حد محيط بالعمليه الانتخابيه، لازم ما يبصش للصوره من بره، لازم يبص للصوره من جوه. انت في النهايه
بتخدم، عايز تخدم، انت بتحس ان انت عايز تخدم مكانك، عايز تخدم ناديك، عايز تجيب له الاصلح، ما تبقاش زي الدبه اللي تقتل صاحبها. ليه؟ النهارده سي مثلا لو قلنا الكابتن محمود الخطيب نجح، في ناس مثلا بتهاجمه او بتقطع فيه او او او، طب ما انت كده هتوصله لمرحله ان هو يعني هيجي والبيت بتاعه فيه شرخ. سي كابتن هو ده اللي انا بقالي ثلاث حلقات بتكلم فيه. ليه طول الوقت كانها خناقه وصراعات ما تسيبوا الجماعه وما تختار والكابتن محمود الخطيب نجح او المهندس محمود طاهر نقول لهم مبروك وقود السفينه والكل يبقى ورا اللي يكسب عشان ما نشقش صف البعض اللي هو بينتمي للجبهه دي او جبهه. وانا ما حسسش طول الوقت، يعني ما حسسش طول الوقت الناس ان احنا في نزاع على ورث او في نزاع على نهيبه او في نزاع على ده. عمليه انت المفروض هي اولا مش عمليه تطوعيه، لان انا بقول لك انا اشتغلت في العمل العام، انا مش شايف ان العمل العام تطوعي. اللي يقول العمل العام تطوعي هو غلطان. مش كل حاجه هي المال يعني اللي انت بتستفيده من العمل بتاعك. يعني انا كنت نائب رئيس رابطه النقاد الرياضيين وعضو مكتب تنفيذي رابطه النقاد الرياضيين وكنت بشتغل، ما اقولش ده عمل تطوعي. ليه؟ لان انا استفدت منه شهره، استفدت منه صيت، استفدت منه تواجد في الوسط بشكل كويس، اتلمعت بشكل كويس، بقيت حاضر على البرامج الرياضيه بشكل كويس، يبقى انا استفدت من المنصب اللي انا فيه. فانا ما اجيش اقول كله شويه ده انا في عمل تطوعي، لا مفيش حاجه اسمها عمل تطوعي. فليه الناس بتتكلب؟ لا الناس بتتكلب لان انت بتتواجد في مكان مهم، في مكان يشرف، في مكان كويس، في مكان قيمه، في مكان انت بتحس ان انت بتحقق ذاتك فيه. فسعي الناس للمكان دوت مش لمطامع الناس يقول لك طب هو بيجري ليه على المكان. لا هي الرزق مش مال، الرزق شهره، الرزق راحه نفسيه، الرزق كل حاجه. فانا اتمنى الفتره اللي جايه هو خلاص يعني استحملوا، خلاص فاضل 13 14 يوم زقوهم بالطول والعرض. لان انت النهارده لما بتجرح انت بتجرح في نفسك الاول. في النهايه النادي الاهلي هيبقى والجميع سيزول. استاذ حسن مش هكون بعيد عن كلام الاستاذ اهاب وعايز اعرف من حضرتك، حتى مقال الاستاذ عادل امين بالاهرام مقال مهم جدا وشايف صوره قال لك الاعلام بيكلمنا عن حياديه الغير موجوده بالمره وبيشارك في اللعبه بدون اي حياديه. متفق مع المقاله دي؟ انا طبعا الاستاذ عادل امين ده راجل محترم جدا وزميل عزيز وطبعا وجهه نظره لازم تحترم. هو بيتكلم في كلام في جزء كبير من الواقعيه او الحاله كمتابع او مراقب شايف الموضوع ماشي ازاي. لكن خلينا نتكلم، يعني هو السؤال دلوقتي يعني في كثير من الناس، لان طبعا اي رساله اعلاميه او اي رساله في الانتخابات بتبقى موجهه للناس سواء على مستوى الاعلام او سواء على مستوى المرشحين اللي بيحاولوا يخاطبوا الناس ببرامجهم وبالاشياء اللي عايزين يعملوها عشان يقنعوا الجمعيات العموميه باختيارهم. لماذا انتخابات الاهلي بهذا الشكل هذه المره؟ يعني السؤال اللي الناس شايفاه او بتطرحه ليه انتخابات حقيقيه وقويه؟ بالظبط، عشان في صراع حقيقي وقوي موجود بين اثنين مرشحين ليهم قيمتهم وليهم انجازاتهم وليهم عملهم اللي ادوه او اللي عايزين يادوه في النادي. طيب السنوات الماضيه ما كانش بيحصل ليه الكلام ده؟ لان كان بيبقى في حد هو قاعد على الكرسي ومسيطر وهو اللي مسيطر على كل شيء، فبيقدر ما كانش في المرشح القوي اللي قدامه اللي يقدر يعمل هذا الشكل. نخرج من ذلك بايه؟ او ايه التغير اللي حاصل في هذه المره اللي مخلي العمليه بهذه السخونه؟ اولا اللي قاعد على الكرسي ما بيسيرش بنفس نمط سابقي كان بيسيطروا ويعملوا، ما كانش حد بيقدر يفتح بقه. لا ده بيؤكد ان اللي قاعد على الكرسي زيه زي اللي بره، فده يحسب للي موجودين داخل النادي قبل اللي خارج النادي. انت واخد بالك؟ يعني قبل كده ايام الكابتن حسن حمدي في السنوات اللي ماضت اللي فاتت كان بيبقى مسيطر سيطره كامله، وفي سنه من السنين واحد مدرسه في الاداره تضرب لها تعظيم سلام ماشي، بس كان بيبقى يعني ايه مسيطر على الجو الاعلامي او واخد القوه او مسيطر على كل شيء، فبالتالي ما كانش فيه مساله الديمقراطيه اللي احنا شايفينها هذه المره. فمعنى وجود هنعتبرها ديمقراطيه او حريه في كل واحد من المرشحين واخد حظه في انه بيتكلم عن نفسه. ولكن هل المرشحين بيتكلموا عن نفسهم بس ولا بيتوجهوا للاخرين بالاساءه؟ هو ده الله يفتح عليك. انا قلت امبارح
لو كل واحد يروح يقول برنامجه هعمل ايه من غير ما يروح للتاني، ده هيبقى كلام زي الفل، هيساعد للامور تهدى. من مجرد اللي انت بتروح اعلق لك المشانق واتصيد لك الاخطاء هتبقى مشكله، فهيرد ونبتدي نقحم ناس المحبين والقريبين. طيب والدنيا هتبقى، خلينا نكمل بشكل ايه، اسف على المقاطعه. لا ولا يهمك، نكمل بشكل تحليلي للموضوع. ليه المساله تحورت او تحولت لهذا المنهج؟ يعني الانتخابات كان بدأ من الاول كان الكل بيتكلم ان ده الناس بتهاجم الكابتن الخطيب، والكابتن الخطيب ولايحه هتعمل ضد الكابتن الخطيب ومش عارف ايه. فاذا الموضوع من الاول كان في مجموعه بترصد بتحاول تخلق شرخ زي ما قال الاستاذ ايهاب في الجدار العام. طبعا المهندس محمود طاهر فوت عليهم الفرصه بتاع اللائحه وان يكون فيها الغام زي ما كانوا بيقولوا، فوت وفوت، فات حاجات كثيره. مفيش هجوم على الكابتن الخطيب، مفيش زي ما كان الناس مستنيه تتصيد اخطاء وتولعها نار. فانعكست الروايه، بقى الهجوم دلوقتي منصب على الناس الموجودين. يعني ما هم لقوش ان هم يعني اللي موجود ادى فرصه ان هم يعني ايه يستغلوها، يستغلوها. لا انا بتكلم عن الناس اللي هي بتحاول تخلق شرخ في الجدار ايا كان، لان في برضه اصل الاعلام مش كل شيء، والاعلام مش هو بس المتبنى، لا في ناس بتخطط للمساله بشكل مختلف وشكل انا شايف ان هو هياثر على صوره النادي الاهلي بشكل عام. احنا بنحلل على فكره بشكل منطقي وطبيعي ومحايد، انا بحللك من وجهه نظري كراجل متابع، والاستاذ ايهاب بيتكلم بنفس الاطار. يعني فاحنا بنتكلم في ايه؟ بنتكلم ماذا يحدث؟ لان يعني الناس يهمها ايه؟ يهمها تفسير للحاله اللي حاصله، ليه بيحصل كده؟ طب الانتخابات المفروض والنادي الاهلي وقيمه ومبادئه وناسه والناس الموجوده فيه سواء الاعضاء او المرشحين كلهم بيتعاملوا بمنطق ان في صوره عامه لازم يتحافظ عليها. فانا بحللك المنطق ليه؟ عشان على يعني اتمنى ان يكون اللي احنا بنقوله ده رساله لبعض الناس اللي بتحاول تدير المساله الاعلاميه بشكل مش صحيح وما يتناسبش مع النادي الاهلي، يعني تعود لصوابها. تمام؟ ليه؟ لان اولا انت دلوقتي حاولت تخلق بعض الاشياء اللي هي تسيء للنادي، حاولت تاخد الكابتن الخطيب كمحور ان انت تعمل ان هو ايه بيبقى فيه اساءه ليه ومش عارف ايه. ان المهندس محمود طاهر والمجموعه اللي شغاله في النادي الاهلي فوتت عليك الفرصه دي. بدات تاخد ذراع اخر او محور اخر. ما هو قصدي دي بص، في فنيات في التعامل الاعلامي دي عشناها مع مين؟ عشناها في عصر الاخوان لما كانت قناه الجزيره وفي الثوره وبتاع بيعملوا لنا مناهج معينه في الاعلام، وياخدك من حته ثم ياخدك لحته ثانيه عشان يعمل غسيل مخ، واحنا ما كناش فاهمين شيء في السياسه بشكل كبير، او طبيعه الناس العامه ما كانتش فاهمه، فكله كان بيجري ورا ما يشاهده. فهم ماشيين بمنهج ان هو بيحاول ايه؟ انا بخلق لك حاله، الحاله دي تؤثر فيك، لكن هي بتؤثر فيك بشكل يسيء للنادي الاهلي. تمام؟ مش بالهجوم ان انا اقعد اهاجم فلان يبقى هو ده النادي الاهلي والانتخابات، لا. المساله مش كده خالص. وللاسف ده دليل على ايه؟ دليل ان في بعض الناس الموجوده من المرشحين بيتعاملوا مع الصوره بمنطق قديم. تمام؟ وانا ممكن اقول بالاسماء على فكره، بس انا مش عايز اخش في امور اسماء. في البعض، لا والله انا بتكلمك بجد، لان انا عارف كل واحد بيخطط ازاي. في حاله تحور اعلامي او منهج معروف عند البعض من المرشحين اللي بيحاولوا يقودوا الدفه في هذا التوقيت، فبيقودوها بالطريقه القديمه ان هو ايه كل يوم نشرات اعلاميه ضد المنافسين او كذا. ده يعني الاعلام مظلوم، صح؟ الاعلام مظلوم، يعني لان ايه انت دلوقتي الاعلام بيعمل ايه؟ انا راجل عايز اتبع مثلا محور معين في التغطيه الاعلاميه، فانا كل جانب بيديني الاطار اللي عنده او البرنامج اللي عنده اليومي او الامور اللي هو عايز يعني من خلال القايمه او من خلال الناس الكتيبه اللي شغاله مع كل قايمه بتبعت كل يوم اخبار. ما هو الملاحظ خلال الفتره الماضيه؟ تلاقي مثلا القايمه بتاع المهندس محمود طاهر بتبعت اخبار عاديه جدا، ده هيعرض النهارده، هيعمل كذا، ويمكن ايهاب ملاحظ ومتابع ويشرح الموقف زي ما انا بشرحه برضه. الناس بتبعت احنا بكره في ندوه كذا، في تصريحات كذا، ده كل اللي بتشوفه الفتره اللي فاتت. تبص تلاقي مثلا الجبهه الثانيه او الناحيه الثانيه بيبعت لك ايه؟ هنعمل كذا، لكن ده في النادي الاهلي ما بيوزعوش فانيلات، في النادي الاهلي ما بيعملوش وجبات، في النادي الاهلي هو ده ماله مال الانتخابات. يعني انا عايزك تكلمني
انت هتعمل ايه؟ مالكش دعوه ايه اللي حصل دلوقتي. انت لو شايف في سلبيات المفروض ان ده بيتك، لو في سلبيات صغيره ايه مش عارف ايه وجبه ايه مش يعني بتحاول تكبر الصغير عشان تنفخ فيه، بدل ما بتبعت اللي عندك فانت بتبعت اشياء ضد القايمه الاخرى، وده امر خطير جدا. خطير للغايه. المفروض انت يعني حضرتك يعني اللي انا فهمته كده من كلام حضرتك اللي انا وجع قلبي بقالي 14 يوم فيه. مش من الاعلام على فكره، من الناس اللي بيشتغلوا في في في, في الناحيتين. الناس اللي هي بتشتغل بتفكر ان هي اللي بتعمله ده صح، وده مش صح والله، بيأثر اساسا ده مش صح لسبب. الجمعيه العموميه عنده انا بس عشان من الذكاء والرؤيه اللي هو انا شايف بس البعض متحامل على الاعلام. الاعلام دوره ان هو بيشوف الصوره، ممكن اكون انا منحاز في اتجاهه وده، لكن انا بيجي لي بعض الاخبار من هنا ومن هنا، لكن اللي بيحصل ده في يعني ايه سوء نيه او في عدم انشغال بالذات وانشغال بالاخر. فانا برجو او الرساله انا بقولها ايه، ان انت حضرتك خليك في قيمتك، خليك في ناسك، في برنامجك، في امورك، اعرضها بشكل كويس واتكلم عليها، لكن بلاش التجريح في الاخر ده يؤثر على النادي الاهلي. ده كلام محترم جدا وده احنا طالبنا بيه. اتكلم هتعمل ايه، برنامجك فيه ايه، هتقدم ايه للاغضاء عشان تاخد صوت الناس. بالظبط. استاذ ايهاب، اللي انا عايز اعرفه من حضرتك، شفنا صوره جميله رائعه الكل اتكلم فيها، ودورنا اللي احنا الناس تشوف الايجابيات اللي موجود. بس انا سؤالي من شقين لحضرتك. الصوره الاولى كابتن محمود الخطيب مع المهندس محمود طه، الاستاذ كامل زيان، الاستاذ خالد الدرندلي، صوره رائعه كان المفروض نبني عليها والناس تستنى على جنب. من هنا ومن هنا اللي بيقود الدنيا يقول نقطه ومن اول السطر نشتغل على برامج. النقطه الثانيه والشق الثاني في السؤال اللي انا ده، فيه كوارث في انتخابات تانية ومحدش بيتكلم فيها، كان الاهلي هو اللي عنده انتخابات بس. لا هو محدش بيتكلم، لا الناس بتتكلم في الانتخابات التانية والانتخابات نادي الزمالك على عينك يا تاجر ورايح قطر من الفضايح. لا عشان بس نبقى واضحين، هو بس جديد عن نادي الاهلي المشهد، لكن انت متعود نادي الزمالك بتشوف فيه ده على طول. فانت حاسس ان نادي الزمالك مش متسلط عليه الضوء؟ لا بالعكس، نادي الزمالك انا ما اقصدش الزمالك، انا ما هو انا بقول لك لا، هو النادي الوحيد اللي فيه المشاكل، يعني هو النادي اللي حاليا اللي فيه المشاكل وفيه صراعات بين قائمه الاستاذ مرتضى منصور وقائمه الاستاذ العميد احمد سليمان ونادي الزمالك، او هي الانتخابات القائمه حاليا وناس بتغطيها وبترصدها، ولو ما اترصدتش هي موجوده على الفيسبوك وموجوده على يعني موجوده في كل حته. فلما نيجي نتكلم على النادي الاهلي واللي حصل في النادي الاهلي هو جديد على الناس. ما تيجي تشوف انت النهارده، يعني انا المشهدين دول انا كأهاب الفولي ما يعني ما حسيتش ان هو في حاجه جديده، هو ده النادي الاهلي. يعني النادي الاهلي ده الغريب اللي احنا نشوف عكس ده. يعني المهندس محمود طاهر لما يسلم على الكابتن محمود الخطيب او الكابتن محمود الخطيب يسلم على المهندس محمود طاهر، هو ده النادي الاهلي، وهو ده اللي انت المفروض ما تبقاش مفاجئك لما تشوف المشهد الثاني امناء الصندوق المحتملين او المرتقبين الاستاذ كامل زاهر والاستاذ خالد مرتجي، لما تشوفهم الاستاذ خالد الدرندلي، لما تيجي تشوفهم في النادي الاهلي هو ده النادي الاهلي. يعني احنا النهارده لما بنيجي نقول يا جماعه بصوا للمشهد كويس، بصوا انتوا بتتكلموا على ايه، انت مش داخل فيلم ترسو، انت داخل فيلم بتتفرج على فيلم بيتعرض، او انت في الاوبرا بتتفرج في الاوبرا، ما بتتفرجش في يعني مش قاعد على التلتوار. انت النادي الاهلي، اعرف يعني ايه النادي الاهلي، انت في الاوبرا، انت لازم تبقى لابس سموكن وانت قاعد بتتفرج. اللي هو ده مشهد النادي الاهلي. لكن النهارده انت للاسف احنا بنحول المشهد للنادي الاهلي، بنروح فيه على المولد، بتروح فيه على شادر، بتروح فيه على فيلم تمر حنه. لا النادي الاهلي وفي اطراف عامله الكلام. ما انا بقول لك اهو. ايوه ما انا بقول لك الاطراف ديت النهارده. لما انا في البدايه قلت لك ايه، قلت لك اول ما المرشحين ظهرت ماشي، المرشح هو ما يعني انا مش هقول المرشح السبب، المرشح بيجي عنده برنامجه وعنده خطته وبيتعاقد مع حمله تدير له حملته. المرشح ما بقاش في دماغه مثلا ان انت بتعمل ايه، او ان انت النهارده في فرحك او يوم ليلتك بس لازم ابقى متابع، ممكن لا يعمل تصرف ما انا لا لا يخسره صح ولا مش لا لا هو مش هيبقى متابع. انا النهارده وانا يوم فرحي اللي انا هتابع المعزوم هيعمل ايه، ولا ابن عمتي هيعمل ايه، ولا ابن عمي هيعمل ايه، وممكن ابات في الاسم عشان نبقى عارفين. يعني انا ممكن ابقى عريس
والاقي نفسي بايت في الاسم. ما تجيش تقول لي بقى انت وكيل النيابه يقول لي ايه ده انت عريس الليله، انت ما خدتش بالك ليه من ابن عمتك لما ضرب نار وقع الراجل من الدور الرابع. فلا، هو المرشح النهارده الله يكون في عونه فاضل له 12 يوم. فالحملات اللي حوالين المرشحين هي او الصفحات اللي هي متبنيه الكلام دوت هي اللي لازم تستوعب انتوا شغالين لمين. شغالين للنادي الاهلي، انت طرحك للنادي الاهلي. طب انت النهارده قايمه مثلا من القوائم او صفحه من الصفحات لما بتيجي انت بتتعامل بفجور، بتتعامل بمنتهى السفاله ومنتهى قله الادب مع احد المرشحين، والاثنين ابناء النادي الاهلي، والاثنين يشرفوا النادي الاهلي، والاثنين صورهم يعني على جدران النادي الاهلي، يعني شئنا وابينا المهندس محمود طاهر موجود في النادي الاهلي، رئيس النادي الاهلي وشرف النادي الاهلي، وانا مش شايف ان هو عنده جريره عملها اللي تخلي الناس يعني انا مثلا لما باجي اقعد كده واجي امسك الفيسبوك واقلب احس ان يعني ايه الناس مثلا لو كتبت كلمه حلوه على المهندس محمود طاهر كاني بقيت من الكفار. طب يا جماعه قولوا لي الراجل عمل ايه عشان انا عايز اشتم معاكم، ما انا برضو انا عايز اشتم، ما تقولوا لي حضروني معاكم، ما فيش حاجه، انت مش عارف انت ضد، طب انا عايز اعرف هو عمل ايه. تيجي الناحيه الثانيه برضو تلاقي فين المؤيد للمهندس محمود طاهر في حاله برضو ايه هجوم طب في ايه يا جماعه، انتوا لازم ترتقوا. النادي الاهلي لو بتشجعوه او انتوا حريصين ان انتوا تجيبوا له حد يديره خلال الفتره اللي جايه لازم انت تتعامل بمبادئ النادي الاهلي قبل ما المرشح اللي بيرشحه. يعني انت النهارده تقول ايه اصل المهندس محمود طاهر باع مبادئ النادي الاهلي، طيب يا عم خلاص هو باع مبادئ الاهلي واهم مبادئ الاهلي، ما تهنهاش انت. يعني انت بتتشدق كواحد عاشق للنادي الاهلي، سواء انا بقى بتكلم على جمهور النادي الاهلي، انت عاشق للنادي الاهلي وعاشق لمبادئ النادي الاهلي، لو انت شايف ان حد خرج عن مبادئ الاهلي اللي انا مش عارف خرج عنها ازاي انت يا سيدي ما تقطعش فيه. وتعلمنا من النادي الاهلي ان انت بتبقى داخل الغرفه وان انت على حسب. انا عايز ندردش مع بعض، مش عايز نمشيها اللي هو ايه سؤال فبيرد الاستاذ ايهاب او بكلم استاذ حسن، لا احنا في حاله حوار دردش. الحوار ما هو انا بعيد عن الانتخابات، بعيد عن الاسماء، لما اشوف الاعلام مصطفى احنا بقى لنا ساعه بنتكلم عن الانتخابات. الانتخابات اللي انت بعيد عنها، احنا بقى لنا ساعه بنتكلم عن الانتخابات. انا اقصد في ناس بتقول لك حياديه، لا اسمعوني بس، في ناس تقول لك حياديه وشغال على مجموعه واحده بس بعينها، ده غلط. دي مش حياديه، انت بتتكلم بشكل عام في الاطراف كلها، فده مش انتخابات. بنتكلم على ازاي الانتخابات تمشي في الطريق السليم اللي احنا نعرفه عن النادي الاهلي، وده البعض انتوا بتحاولوا تفهموني انا كمان شخصيا ليه ده بيحصل. ممكن يكون ليك اصدقاء هنا بتسمع حاجه هنا فبنقول للناس كفايه ستوب. يعني مثلا على سبيل المثال بعيد عن الانتخابات، استاذ مصطفى مراد فاهم، حد يختلف؟ الراجل ده قيمه وقامه وشخصيه محترمه جدا، ونقول عليه ما بيفهمش، نقول عليه ما بتعرفش تتكلم اسكت، نقول عليه كان في مشاكل مع الكابتن. ينفع يا جماعه حتى ما هي فكره الرمز بقى هنا، احافظ على الرمز لو انا بايد حد اتكلم عنه كويس، بس ابعد ان انا اقلل من حد، وهو دي الفكره يا استاذ حسن. شوف انا عايز اقول لك حاجه، احنا عشان بس قصه الانتخابات ومش الانتخابات، الانتخابات ده امر واقع فلازم الناس تتكلم فيه، بس احنا بنتكلم في فرق، ما بتتكلم عن الانتخابات بتحللها برؤيه راجل محايد او متابع او فرق ان احنا قاعدين بنتكلم عن حاجه معينه في الانتخابات، احنا ما بنتكلمش عن حاجه معينه، تمام؟ هو ده اللي انت بس عايز توصله للناس، انها مش قصه احنا مش هنتكلم عن الانتخابات، لا ده لازم هنتكلم ولازم كل البرامج هتتكلم وكل الناس هتتكلم. ليه؟ لان النادي الاهلي زي ما انت قلت ده قيمه وحاله وبيهم قطاع عريض من الجماهير، فانت بتخاطب الراي العام، فده امر مهم جدا يعني. بس في فرق ان احنا بنتكلم عن الانتخابات بهدف معين ولا بنتكلم بشكل محايد، ده اللي الناس تقدر تقيمه وتفهمه. احنا دلوقتي بنتكلم في ايه؟ يعني انا عجبني من شويه كان في تصريح للمهندس محمود طاهر ان هو راجل بيقول لك انا مش هرد على اي اساءات وبتاع، وبيثق في وعي الجمعيه العموميه. فانا اتمنى يكون برضه في رد بنفس القيمه من الكابتن الخطيب، ان هو برضه يحاول او يهدي بعض الرعونه عند بعض الناس اللي بتحاول تشتغل في اطار مش صحيح لهذه الانتخابات. انا بتكلم بشكل محايد وبشكل واضح يعني. للامانه عشان نقول كلمه حق، كابتن محمود الخطيب ما صدرش منه اي تصريح. انا مش بتكلم على التصريح بس على الاقل يلفت انتباه الناس اللي هي بتدير المساله معاه ان الطريق الصحيح مش كده. انا يعني الطريق الصحيح في الانتخابات مش كده، دي حاجه عايز تقولها مع بعض. يعني انت برضو يعني هو مش دور اي قايمه ان هي تلفت الانتباه، هو المفروض اللي بيلفت انتباه نفسه انا وانت. يعني انا مثلا بيلفت انتباه للناس اللي بتبعت، ما هو انا شغاله معاه في الحمله. انا هقول لك على حاجه،
ما يبعت لك يا رب يبعت لك يقول لك الهرم وقع، انت تكتب ليه الهرم وقع؟ لا ما في بعض الناس المفروض، لا بعض في بعض الناس يبقى جاي لهم، لا ما انا عايز اقول لك حاجه مش حلوه. لا هو ليه؟ حتى لو بص، لا لا انا النهارده لو انت بعت لي انا وانا نشره ما بتجيليش، يعني انا النشرتين بيجوا لي، انا لما يجي لي مثلا في نشره، طب وليه نشره يبقى فيها اساءه؟ ليه نشره يبقى فيها اساءه؟ انا خلي لها. طب ما هو ممكن واحد ينت دلوقتي معلش فهمي على قد يعني احنا بنتكلم عن النشرات اللي بتيجي، النشرات اللي بتجيلكوا ايوه، ما احنا بنتكلم على ارض الواقع اللي فيه اساءه لطرف على حسابك بالظبط. ما هو ده اللي انا بتكلم فيه من الاول. انا هقول لك على حاجه، انا دوري انا دوري كصحفي ايه؟ انت شادي محمد بعت لي نشره بيتكلم عن نفسه في نصها، ونص الثاني بيشتم مثلا كابتن حسن خلف الله، انا دوري هنا بقى ما اجيش اقول ده شادي اللي بعت لي، انا مالي ومال شادي، انا اللي بكتب. استبعد، ولو عايز اكتب شتيمه شادي الكابتن حسن خلف الله اكتب الشتيمه واتصل بالكابتن حسن خلف الله اقول له ردك ايه على الكابتن شادي. لكن انا طيب ما هو الراجل مش عايز يرد عشان ما يسقش اكتر ويخلي مثلا مشتعل. انا هو ده اللي انا بلفت انتباهك، انا اشيل الكلام اللي هو الفارغ اي اساءه شايلها، لان في ناس كل الناس مش كل الناس قابل فولي، لا لا مش كل الناس قابل فولي، انا بس الكلام ده بيحصل بيتشال حاجه ولا بس مش كل الناس هاب الفول، مش كل الناس حسن خلف الله. ما هو انت تحاسب مين بقى؟ ما هو بص تحاسب اللي عمل ده، ما هو في ناس بتحاول التاني. ما هو في ناس كتير ممكن تكون مغرضه وبتحاول تولع الدنيا، تحاسبهم ومش كل الناس انتماءاتها عايزه ان النادي يبقى كويس، انت تحاسبهم. انت النهارده لما ايه؟ ما انا هقول لك النهارده انت ما لكش سيطره على كل الناس، وبعدين نشره جايه لك. طب وليه النشره يجي فيها اساءه؟ ما خلي النشرات بشكل محترم. استنى بس، ما هو ده اللي انا بتكلم فيه من اول القصه. النشره دلوقتي لما تجيلي اول حاجه اللي كاتب النشره ده مش بعت لي قران، يعني اللي جاي لي ده مش قران انا بقراه. مش معنى ان انا جاي لي حاجه فيها اساءات انا احمل القايمه اللي بعتت لي الاساءه ان هي المسؤوله. المسؤول اللي نشر الكلام دوت لو انا او وسيله اعلاميه مرئيه او مسموعه، المفروض انا راجل عندي عقل في مخي بتجيلي نشره اعلاميه بشوف اللي فيها الكلام المنطقي اللي هو يتكتب بدون إساءة، ولو في إساءات موجودة المفروض برجع على الطرف المساء إليه. تمام. فلو في المناخ عشان ما نطلعش نفسنا ملايكة. ما هو لو انت في مش في حالة طبيعية، لو احنا بنتناقش مع بعض انت مش في حالة طبيعية. انت لو في حالة طبيعية وبتدار المسألة بأمور طبيعية، لكن انت عندك في توازنات موجودة وفي قوتين بيتنافسوا على الانتخابات زي ما احنا متفقين من الأول، الاثنين قوتين بيتنافسوا على الانتخابات. تمام. وفي إلى جانب القوتين في بعض الناس اللي ممكن تكون مغرضه او عايزه الصوره بتاع النادي الاهلي زي ما انت قلت تكون مش زي الصوره، يعني زي ما انت قلت وصفتها ان مثلا دي سينما ترسو وهنا مثلا الاوبرا. ففي فرق بان في ناس ممكن تكون عايزه تخلي الصوره نفس، عايزه تخلي كل الانديه سينما ترسو. فبالتالي مش كل الناس هتضمن ان هي، لا حتى لو واحد جه قدامه الكلام ده ما تضمنش ان هو يبقى كويس، ممكن ينشر، ممكن يعمل، ممكن صفحات على المواقع الالكترونيه ما تقدرش تتحكم فيها. فبالتالي طب ليه يبقى في اساءه؟ ليه من الاساس تدار العمليه بهذا الشكل؟ ليه يكون في اساءه لطرف على حساب طرف؟ هو ده اللي بنقوله. هي بص اللي انت احنا لازم نبقى، ما هو ليه طب ليه الطرف الثاني ما بيبعتش بدون بيبعت اساءه؟ احنا مش في المدينه الفاضله. ايوه احنا ليه الطرف الثاني ما بيبعتش اساءات؟ ليه طرف بيبعت اساءات وطرف احنا لا؟ احنا ليه بنفترض ان طرف واحد هو اللي بيبعت الاساءات؟ ما هو احنا بنتكلم على واقع، انت بتشوف احنا النشرات احنا اللي احنا بتطلع وانا بشوف النشرات اللي احنا بتطلع. بص لازم نبقى قدام ايه امر واقع، احنا مش في المدينه الفاضله، كل انسان بيشوف نفسه على حق، كل انسان بيشوف نفسه هو اللي بيجانبه الصواب، وكله بيبعت من وجهه نظره شايف ان الانسان اللي قدامه الناحيه الثانيه هو العدو. انت كراجل ناقد رياضي او كراجل ناقل للمعلومة انت ليك عينين وشايف اذا كان الراجل دوت هو ظالم او الراجل ده مظلوم، ولما بتيجي تكتب طب ما ممكن يتبعت لك نشرة زي الفل وانت مغرض تروقها وتزودها وتظبطها وتمام يا ريس دي بص زبطها وتعمل فيها اللي ما يتعملش. هي الفكرة طول الوقت ايه؟ احنا بنتكلم على ايه؟ انا النهاردة لما باجي بتكلم انا بنقول ليه النادي الاهلي ما يستاهلش ان انت تهربده. انت بتحصل دلوقتي بتهرب. رجعت برضو للنقطه اللي انا بتكلم فيها. أيوة. ان الحاجات اللي بتحصل دي لا بتسيء للنادي الاهلي. لا انا بشوف بص لا انا بعيدا عن المتلقي، بعيدا عن المتلقي انت بتتكلم في ايه؟ بعيدا عن المتلقي ان انا كوسيله اعلاميه متلقيه منك نشرات. الوسيله انا بتكلم الوسيله الاعلاميه مش متلقيه. انا بنصح ايه؟ الرساله الاعلاميه عمر الوسيله الاعلاميه لا انت متلقي نشره جايه لك بتقيمها، انت متلقي نشره وبتحاول تجيب اخبارك من هنا ومن هنا عشان ما هو انت بالنسبه لهم
لا دي مصدر ده مصدر. لا ايوه ما هو انت مصدر الرساله الاعلاميه بتجي لك. لا استنى بس، اصل انت بتقول انت متلقي من المصدر، يعني متلقي منه المتلقي الجمهور. لا المتلقي الجمهور مش انت، انت عمرك ما تكون متلقي. ثانيه واحده بس، انت بتتلقى منهم ما يرسلوا ليك، مش انت بتاخده منهم تشوفه وتقيمه. ايوه ما هو انت بتتلقى من المصدر وثم تنقل الراي العام. حسن ثانيه واحده بس، طب اقول لكم على حاجه عشان هنمشي نشوف مين المتلقي ومين اللي بينقل الخبر والدنيا دي كلها ونهدى شويه، خصوصا اللي احنا كويس الاختلاف دوت عشان الناس مش مختلفين على فكره، احنا بنتكلم في نفس الاتجاه. بس انا وجهه نظري هو يعني اخويا هاب شايف ان يعني اي حد في الاعلام ممكن في البعض بيفلتر او بيعمل، بس انا بعيدا عن الفلتره وبعيدا ده كله انا بوجه رسالتي ان دي مش صوره النادي الاهلي اللي لابد ان هي تكون في الانتخابات. مش مبسوط انت؟ اه مش مبسوط من الحاله اللي حادثه من بعض الناس اللي بيديروا العمليه الانتخابيه. عشان ارجع لك انت بس هيسيبنا اتكلم، ما بيخلينيش اتكلم. لا انت ما انت هتروح، انا هرجع لك. انت لو تروح مبسوط من الاجواء دي ولا مش مبسوط؟ لا انا مش مبسوط برضو كمان. انت مش بس. طب هنطلع فاصل سريع وارجع لضيوف الاستاذ حسن خلف الله والاستاذ ايهاب الفولي واعرف هم مش مبسوطين من الاجواء ليه، ونرجع لحضرتك. لازم يفضل الأهلي فوق الجميع. معاً فعلاً لا قولاً. صوتك للأهلي، صوتك لقيم الطاهر. الأهلي يواجه الإنتاج الحربي في الجولة التاسعة من مباريات الدوري المصري على ملعب السلام. انتظرونا وتغطية خاصة لكواليس قبل وبعد المباراة. استاد الأهلي غدا الساعة 5 مساء على قناة الأهلي. استاد غزل المحلة، النادي الأهلي والأولمبي قبل نهائي كأس مصر. والأولمبي ما أدراك ما الأولمبي ساعتها. ماتش صعب مش سهل. عرضية وهي عرضية وخطر. من أجمد الفرق في جت في النادي في تاريخ النادي من أول ما اتعمل لغاية دلوقتي. لو أنت تيم كبير زي الأهلي عمل على رجلي العادي. عارف يعني إيه كورة، عارف يعني إيه بطل. محمد رمضان ينوح حط الكرة بدماغه في وسط ثلاثة. ماتشات زمان الجمعة الساعة 3 مساء على قناة الأهلي. حضراتكم من جديد ونواصل حوارنا مع اثنين من نقادنا المحترمين الاستاذ ايهاب الفولي والاستاذ حسن خلف الله.
اتضح اللي انتوا بتشوفوه الاختلاف اللي على الشاشه اول ما طلعنا في الفاصل. انا قلت لكم انا فتان جدا في الفواصل بقعد ساكت وبتابع كل ضيوفي. ايه هم راس مسلوق ولا ايه؟ لا مش قال ايه يعني؟ قال لك الاختلاف ده كويس. ايوه ما نختلف هو اختلاف في الراي ده. لا بس على فكره احنا مش مختلفين احنا بس يعني لا الاختلاف في الراي بنتناقش زي ما انت حبيت ان يكون في نقاش فاحنا بنحاول نتناقش لكن ما فيش اختلاف لان احنا الاثنين انا اعتقد متفقين على رؤيه واحده وهي في النهايه يمكن سألت الاخ اب فيها ان أيوة قال لك شفت الاخ اهاب شفت خلي بالك ده ما بيفوتش ايوه اخ حد ايوه سألت هاب ان الايه الحكايه ان هو برده مش مبسوط فاحنا يمكن بس احنا ايه كل مرحله في الانتخابات لها تمحور معين فاحنا بنحلل بس ما يحدث في هذه المرحلة خلال الأسبوع اللي فات أو العشر أيام الأخرى. إحنا بنحلل بس الرؤية لكن مش مختلفين. تقدر تتفضل. أستاذ إيهاب قلت لي قبل الفاصل اللي أنت مش مبسوط دايما اللي يبقى مش مبسوط من حاجة العلاج السريع إيه خصوصا اللي أنت قلت لي فاضل 12 يوم في علاج ولا هتفضل الأمور كده؟ مش ده النادي الأهلي مش هو ده الوضع بتاع النادي الأهلي ما ينفعش النادي الأهلي ما يقلش عن أي نادي اجتماعي كبير الصيد والجزيرة وسبورتنج واليوبلس والأندية دي إحنا بنشوفها ما تسمعش حد بيعمل كده ومحدش ولا دي الاجواء اللي بتبقى يعني بجانب الانتخابات عمرها ما كانت في الاهلي انا شفت النادي الاهلي في انتخاباته يعني انا بقالي 17 سنه بغطي النادي الاهلي انا ما شفتش اجواء بالشكل ده في النادي الاهلي جوه النادي الاهلي شيء وبره النادي الاهلي شيء في يعني لما تيجي تشوف في صفحات يعني بتهين الرئيس النادي الاهلي يعني شغلتها اهانه رئيس النادي الاهلي طب انت معلش يعني مع احترامي ليك انت مين بيسن سنه غير حميده لا للمستقبل هيبقى كده النهارده انت لا انت بتكتب تاريخ اسود وتاريخ وسخ للنادي الاهلي النهارده انت لما تيجي تقول مثلا بتهين رئيس النادي الاهلي على الباطل وانت اهلاوي وبتدعي ان انت اهلاوي طب يجي بعد سنه او اتنين او تلاته اي حد من الانديه المنافسه يجيب لك سكرين شوت من اللي انت كاتبه ويقول لك تعالى بص ده رئيس النادي بتاعك مع ان رئيس النادي بتاعك ده يشرف يعني يشرف مديريه يعني بالبلدي كده يشرف مديريه وبالمناسبه يعني تيجي تبص تلاقي النهارده الصفحه دي شتمه المهندس محمود طاهر بكره شتماه بعد شتماه بعد شتماه بعد شتماه طب انت مش شايف طب ما هو في حاجات برضو انا احيانا بشوف زي ما انت قلت خلينا نتبنى برضو الجانب التاني عشان احنا قلنا بنتكلم بشوف برضو في صفحات تانية بتتعرض لكابتن انا جبت لك ايه انا جبت لك قبل ما نطلع في الهواء قلت لك الطرفين صح قلت لك ده بيتعرض لكذا وده بيتعرض لكذا ده بيتعرض لكذا وده بيتعرض لكذا لما جيت بتقول انت مش مبسوط ليه النهارده مين رئيس النادي الاهلي المهندس محمود طاهر طبعا فانا لما اتكلم على رئيس النادي الاهلي لغايه اليوم الاخير اللي هو يمشي فيه ده يعني ده المبدا اللي احنا سمعناه واللي عرفناه من جمهور النادي الاهلي الجمهور الحقيقي للنادي الاهلي الجمهور اللي هو في ملعب برج العرب ماتش الاهلي والوداد فرقه متعادله 1-1 حكم صفر المفروض جمهور طبيعي يشتم اللعيبه ويزعق للعيبه جمهور حصلش. بيشجع فرقته لاخر جمهور طبيعي فلما انا اشوف الجمهور الطبيعي كده والاقي الناحيه الثانيه المأجورين بيعملوا كده فلا ده انت راجل متأجر ده انت اجري ومكري فانا النهارده لما اجي اتكلم انا النهارده ومكري مكري عليه يعني مكري ده يعني خلي بالك انا قلت لك ايه وانا بقدمه انا عارف انا بقول الراجل ده 20 سنه عندنا بص ايه بص عايز تقعد تستمتع مصطلحات يعني اهم نقد رياضي بيقول مستحيل لما تعوز تقتل حد وما تقتلوش تكري عليه تكري عليه واحد فنقول مكري فالنهارده انت لما تيجي تبص لما اجي انا اقول مثلا كابتن خطيب كابتن الخطيب ده فوق دماغي من فوق يعني انا اعرف الكابتن الخطيب قبل ما اعرف المهندس محمود طاهر كابتن الخطيب يعني رمز من رموز النادي الاهلي فاللي بيمثل كابتن الخطيب لازم يبقى واجهه مشرفه اللي بيدافع او لو يقول انا بحب الكابتن الخطيب لازم يبقى واجهه لازم يبقى قيمه لازم يبقى ما ينفعش مثلا يعني كابتن الخطيب لو رايح فرح مش هياخد معاه دونجل يعني هياخد معاه دونجل للفرح لا هياخد معاه واحد ماسك مطوه هياخد واحد معاه في سنجه في جنبه هياخد واحد ماسك كابتن خطيب وهو بيتكلم واحد يقوم مطلع بشله من بقه وضارب واحد بيها في وشه كابتن الخطيب فلازم اللي يتكلم عن الكابتن الخطيب يبقى عارف مين يا فندم ده تتكلم في الاعلام من الاسبوع اللي فات ال 10 ايام اللي فاتوا حد طلع علينا قال لك ناس جايه من البطنيه بص احنا هنهرب انا بص هقول لك انا بتكلم على الكابتن الخطيب ماشي
المفروض اي حد يتكلم مع كابتن الخطيب. انا بقول لك كابتن الخطيب لما انت هتمشي لما يمشي مع حد لازم يمشي مع حد محترم. فلازم اللي يدافع عنه او اللي يتكلم عنه لازم يبقى عارف هو بيدافع عن مين وبيتكلم عن مين. صح. وانا مش بقصد يعني حد بعينه بس حد انا مبسوط تمام. من حاجه ان هو وصل برضو نفس النقطه اللي انا كنت بقولها ان لابد ان الكابتن الخطيب ياخد باله. لا. ان الدونجول اللي معاه لا 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 هو ماله دولي. لا لا لا, لا. ما هو ما هو مش هياخده معاه. لا ما هو ما هم دول بيفرضوا نفسهم عليه. هم دول محسوبين عليه. لا يا حسن محسوبين عليه. لا انا دي وجهه نظري. استنى بس انا اقول وجهه نظري وانت قول وجهه نظرك. قول النهارده انا بقول لك كابتن خطيب لما يجي يروح فرح مش هيلم معاه الحرميه. هيبقى معاه حد بقيمه الكابتن محمود الخطيب. انت تقصد مش يعني مش هياخد الاسماء اللي بتتكلم. مش هياخد معاه من وهو من دول مغرقين الدنيا. مش هياخد معاه يعني مش هياخد معاه حراميه. يعني هو رايح فرح مش هيروح فرح في الشارع. لما يروح حتى فرح في الشارع هيروحوا بناس شبهه. صح. فالنهارده المفروض اللي يعني اتعلموا من الراجل اللي انتوا بتتكلموا عليه. ايوه اتعلموا منه. لكن هو مش دوره ان هو يقول للناس ما تقولوش ايه وما تعملوش ايه لان هو مش هيبقى ماسك كل صفحه بتكتب ايه وكل مثلا ورقه بتتكتب عليه. لا هو مش هيبص على كل ده لان خضم الانتخابات وخضم المعركه الانتخابيه زي بقول لك زي في يوم فرحك. انت قبل فرحك ب 20 يوم ممكن تبقى انت مش دريان بتعمل ايه مش دريان جبت البدله ولا لا ما تدوش. ما بالك واحد نازل هينزل على رئاسه النادي الاهلي هيبقى مثلا رئيس نادي القرن. طبعا بنفس الكلام للمهندس محمود طه لما تيجي النهارده مثلا ناس بتؤيده او ناس بتعمل صفحات ان هي بتحبه وبتعشقه وتجرح في الكابتن الخطيب او بتغلط في الكابتن الخطيب. انا بتكلم على الصفحات بالتحديد لان الصفحات هي اللي بتقود الراي العام اللي هو الجماهيري المؤثره مش في الاعضاء مش في اعضاء الجمعيه العموميه لكن بتخلق مناخ فاسد. عارف بتعمل ايه؟ بتعمل حرب بين بتكره الاثنين في بعض. يعني بتكره دول في دول في حين ان الاثنين في النهايه زي ما انت ما شفت مشهد المغرب. الاثنين في النهايه يعني ولاد نادي واحد اصدقاء. اعتقد ان لو فرح ابن او بنت المهندس محمود طاهر اعتقد اول واحد هيعزمه كابتن الخطيب. واعتقد لو فرح بنت او ابن الكابتن محمود الخطيب اعتقد المهندس محمود طاهر هيبقى من اولويات المعزومين. يعني حتى في عز اللي احنا فيه ده فاحنا المفروض احنا انا كنت بقول في بدايه الانتخابات لما كانوا يجيبوا لي يقول لي مثلا محمود طاهر والمهندس الخطيب قلت ده عند الكابتن سيف زاهر قلت له يا بخت النادي الاهلي بيهم. يا بخت النادي الاهلي بيهم ده انت بتتنشأ على ضفر واحد. يبقى عندك اتنين بالقيمه ديت بتقتل ليه واحد؟ ما تسيب اللي يسقط منهم او اللي ما ينجحش سيبه يطلع بس اللي شغال يبقى عارف ان في ظهره واحد مسنود وتقيل ممكن يجيله المره الجايه هيديله حافز. لكن النهارده انت اما تكسر واحد وتخلص عليه التاني هيبقى نايم كده وحاطط في بطنه بطيخه صفر ما في واحد مقتول. ليه؟ طيب خايف من بكره السؤال معتاد وبفكر فيه طول الوقت. بكره هنا في دعامين وهنا لان هي زي ما حضرتك قلت استاذ ايهاب كلنا متفقين ان دي انتخابات حقيقيه وقويه. بكره الكلام ده هيخلق شق في الصف ويخلي النفوس في ناس نفوسها ضعيفه ما اقدرش احكم على الناس كلها. السؤال هنا بقى بكره اللي احنا خايفين منه طبعا ربنا يوفق المهندس محمود طاهر او الكابتن محمود الخطيب ربنا يوفق اي حد الاثنين اسماء كبيره واسماء محترمه ولكن هتلاقي اللي بيناصر ده بيطلع لسانه لما يكسب لده وينظر عليه ويتريق عليه ودي الحاجه اللي احنا ما نحبهاش وبنقاط اللي احنا ما نشوفهاش جوه نادين. لكن الاجواء دي مودينا للطريق ده من وجهه نظر. شوف احنا محللنا الموقف حللناه برؤيه ناس عايشه في الحاله وشايفه وحللناه واحنا الدكتور دورنا حسن خلف الله دورنا طبيب دورنا ان احنا في مستشفى القصر العيني دورنا ان احنا ايه بعيدا بقى خلاص خلصنا الدونجول وخلصنا الحاجات دي. طب انا هقول لك حاجه. لا انا قبل ما انت لسه عايش في الموضوع لسه ما ابتدتش فلازم اديله واحده. ما هو عشان كان في انتخابات رابطه النقاد الرياضيين لو كان في انتخابات عاف عمره ما كان قال لك كده يقول لك صوت استاذ حسن. لا 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 هو القصه كلها طبعا الحمد لله حسن صاحبي. اللي انا عايز اقوله ايه ان احنا دلوقتي بنتكلم برؤيه ناس متابعه للحاله الانتخابيه فبنشوف المشهد وبنتكلم عنه بشكل واقعي وفتحللنا الموضوع ان احنا شفنا اللي بيحصل دلوقتي او الحاله الحاليه هي دي الحاله اللي ممكن تودي للصوره اللي حضرتك خايف منها دي. يعني الصوره اللي انت خايف منها دي
هي هتنتج من هذه الحالة. صح. الحالة اللي فيها مكايدة وفيها شغل زي ضرب تحت الحزام وفيها شغل مش يعني عملية غير شريفة في المنافسة الانتخابية. كل هذه الأشياء هي اللي هتؤدي لهذا المشهد. وعشان كده احنا بنوجه الرسالة وبنتكلم بدورنا كإعلاميين ان يا جماعة ده ما ينفعش. ده لا يصلح ولا يليق. وزي ما قال الأستاذ إيهاب ان ده ما ينفعش في هذا المشهد او هذا النادي. ما ينفعش ان الحالة تكون بهذا الشكل. فبالتالي احنا ده رؤيتنا عشان خوفك من بكرة وخوفي من بكرة وخوفنا كلنا من بكرة وخوف كتير من الناس في اعضاء الجمعية العمومية ان ده يأثر على صورة النادي الاهلي. فبالتالي احنا بنتكلم بعقلانية وبنوجه رسالة. ممكن يكون في اخطاء. ممكن يكون قاعد مثلا على رأس المسألة مش واخد باله. فاحنا بنقول خد بالك. خلي بالك في ناس من انت مش شايفهم او حواليك بيحاولوا يسيئوا للمشهد. بيحاولوا يخربوا في الموضوع. فانت خلي بالك. لا في اساءات وفي اشياء كثيرة بتحدث. وده هيؤثر على الشكل الانتخابي. وانا قلت لك انا عاجبني عقلانية الامور. يعني حتى تصريح المهندس محمود طاهر اللي انا قلت لك عليه من شوية. انا عجبني جدا رؤيته للموضوع وعدم رده وهدوءه وتعامل الجهة حتى اللي هم بيتعاملوا معاه كنشرات اعلامية بشكل منطقي وموضوعي. ان هم بيبعتوا في ندوة يوم كذا. المهندس محمود طاهر يشرح وضعه كذا. بكرة هيروح الحتة الفلانية. ده كله كلام المفروض ده اللي بيتنشر في الاعلام. ليه؟ لان انت بتقول للجمعيه العموميه والله ده بكره في ندوه عشان الناس اللي عايزه تهتم او تحضر تروح تتواجد. بتقول للناس في كذا، لكن مش بتبعت بقى تقول لا ده خلي بالك خد ده في كذا، اعمل كذا، ده اساءه كذا. طب وليه؟ طب ما انت تبعت عن قائمتك وعن مرشحك بالشكل اللي يليق بيه او عن الناس الموجوده بالشكل المحترم اللي يليق بيهم. ده ما ينفعش، ده اسلوب خاطئ. مش عيب ان انا اوجه الانتباه بهذا الشكل عشان ما توصلش للحالة اللي انت بتقول فيها خايف من بكرة ان يحصل هذا الشكل. فبالتالي احنا شايفين ان في حاجة مش مظبوطة. فبالتالي بنتكلم عنها بهذه الصورة وبنوصل الرسالة. اما بقى يعني احنا اتكلمنا في امر شرحناه بالنسبة للسؤال الاولاني اللي انا بقول ليه الناس شايفة المشهد بهذا الامر. فاحنا نقلنا للناس صورة قد تكون خافية عنهم مسألة من يتولون النشرات الاعلامية في الجبهتين وخاصة في جبهة الكابتن محمود الخطيب. ان في بعض انتوا بيجي لكم الكلام ده كله. ما انا بكلمك من واقع متابعتي. مش من واقع ان انا مش شايف. لا انا شايف المشهد وبتكلم فيه. ومن واقع متابعة الناس ما ينشر في الاعلام في الفترة الماضية. فده جزء. الجزء الثاني والاهم. تمام؟ يعني احنا فتحنا جزء اتكلمنا فيه. الجزء الثاني انا شايفه ان تحور الوضع ان الاساءة بس ما تكونش للرئيس. لا. بقى في إساءة للمحيطين بالرئيس. محاولات بقى إيه؟ ما هو جزء آخر في الأشياء. محاولة بقى التقصير في أسس القائمة الموجودة. يعني نبتدي بقى لا نشوف فلان النهاردة نتكلم عنه. نبتدي لا نشوف فلان في القائمة النهاردة نتكلم عنه. فبقت المسألة برضو أنت بتحاول تأثر على كل الناس اللي بتكون مظهر ليك كنادي أهلي. المسألة يا جماعة مش كده. ما هو انت دلوقتي زي ما قال إيهاب ان انت ليه تخلي واحد مقتول بعد ما يخرج من الانتخابات؟ مش كده برضه؟ ايوه صح. طب ليه تقتل الناس كلها؟ طب ما تخلي الناس حتى على الاقل يا سيدي المنافسه تبقى شريفه. يعني ليه بعد الانتخابات تسيء لهذا؟ بلاش كل ده. هو الراجل الموجود ده مش عنده اسره وعنده عيله وعنده ناس محيطين بيه؟ ليه تحاول تسيء ليه؟ انت واخد بالك؟ ما تخليه الناس شايفاه رمز بالنسبه للنادي الاهلي. حتى لو ما وفقش في الانتخابات هيظل الراجل ده رمز ايا كان اسمه. فليه بتسيء ليه؟ انا اللي حضرتك بتقوله ده من وجهه نظري انا ده عين العقل. عشان كده قلت جمله في البدايه. كل اللي نازلين محترمين والكل قادر يقود سفينه النادي الاهلي. صحيح. عشان كده الكلام بتاع استاذ حسن كان بالنسبه لي ده اللي احنا بنقوله كتير جدا على الشاشه. بعيد بقى مين يكسب. دي مش بتاعتنا. دي بتاعت اعضاء الجمعيه العموميه. اخيرا الملف بتاعك ومعاك دقيقه ونص او دقيقتين. انا بحييك عليه لان الحمد لله رب العالمين جماهير النادي الاهلي الكل اللي كان في ظروف صعبه مش هقول محبوسين الكلمه دي دمها تقيل شويتين كلهم خرجوا الحمد لله. وانت تبنيت موقف عندك في المصري اليوم والحمله اللي انت كنت عاملها انا كنت متابعك حاجه محترمه وحاجه مشرفه. لان لما نتكلم في العمود الفقري بتاع كل الالعاب فهو الجماهير. هتقول ايه في القصه دي؟ وربنا يا رب جماهير نادي الزمالك كمان ربنا يفك زنقتها يا رب. انا بس بشكرك طبعا ان انت فتحت لي او اديتني الكلمه اتكلم في الموضوع ده لان موضوع فعلا موضوع
يعني تعبنا انا نفسيا في اكتر من 236 اسرة يعني اولادهم محبوسين من يوم 9/7 بنناشد كل المسؤولين، بنناشد المسؤولين سواء في المؤسسة العسكرية، بنناشد رئيس الجمهورية، بنناشد المسؤولين عن ملعب برج العرب، بنناشد المسؤولين عن وزارة الداخلية رفقا بالأسر ديت. الأسر أسر مصرية، إذا كانت أولادهم فيهم اللي أخطأ وفيهم اللي ما أخطأش أو كلهم أخطأوا، إحنا يعني بنرمي نفسنا في حضن البلد، حضن الدولة المصرية، يبقى في عفو وأكيد استوعبوا الدرس. يعني عايزين روح القانون، يعني خلاص ناس مقبوض عليها بقى 5 شهور، الناس استوت، يعني في ناس باعت عفشها، في ناس باعت، في ناس مش لاقي حاجه تبيعها. يعني انا عايز اقول لك انا بتواصل مع الناس والله العظيم، في حصل ناس مع بعض الاسر من الاهلي كنت متابع معاهم، ما ينفعش ان انا أيوة. في حاجات ما تتقالش كانت يعني الامور صعبه يعني جدا، لكن يعني الحمد لله ربنا خرجهم كلهم، الحمد لله رب العالمين. انا اتمنى ان جمهور الزمالك يخرج النهارده لما تيجي تتكلم على 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 ناس بقى لها 5 شهور رايحه ما بين مثلا محافظات كلها لغايه اسكندريه راجعه. الواحد لما بيجي، في ناس قعدت 3 شهور في اسكندريه مقيمه جنب ولادها، انت لما الواحد فينا بيجي يروح يقعد اسبوع في اسكندريه تبقى عامل جمعيه قبلها بسنه عشان تروح تقعد اسبوع، فما بالك ناس رايحه جايه، ناس يعني دول اهلنا طبعا ودي بلدنا، واذا كنا غلطنا فاحنا بنعتذر للدوله المصريه ومستعدين نقدم اي اعتذار يرضي الدوله المصريه في سبيل يعني نرجع الضحكه لبيوت غابت عنها الضحكه اكتر من 120 يوم ان شاء الله. استاذ ايهاب الفولي، انا عارف ان انت بتعمل ده من قلبك وانت ابن بلد وجدع وشهم، وهي دي الحقيقه وملف لازم لما حد يتعب في حاجه نديله حقه. ربنا يخليك، انت اشتغلت على ده وما زلت شغال عليه، وشفتك في برامج كتير بتظهر عشان توصل الرساله دي، كان الاهم بالنسبه لك. ربنا يخليك، ودي مواقف تحسب لك ما تحسبش عليك، وحاجه مشرفه وحاجه محترمه ان انت تقف جنب الناس اللي اولادهم بيمروا بمحنه اللي هي جماهير نادي الزمالك. ربنا يا رب يخرجهم على خير. شرفتني ونورتني، ربنا يخليك، ودايما ببقى مبسوط وانت موجود معايا في البرنامج وبتشرف بيك. انا متشكر جدا ان انت سمحت لي في الاخر ان احنا لا ما تقولش كده، انت راجل صحفي محترم وليك قلمك وليك الكلام اللي انت بتكتبه كان كله كلام محترم. استاذ ايهاب انا بتشرف بيك. ربنا يعزك كابتن شيخ، اشكرك شكرا جزيلا. استاذ حسن خلف الله الشياكه وربنا والعقل والهدوء، وحاول النهارده ده حبيبي استاذ ايهاب. انا عارف لا بس لا هو انت بتقول له قلبك وانا مش هقول له انت دكتور قلب والكلام الفاضي ده، انا مش هستخف بيه. هو لغته شفت بقى العيب. لا لغته في بعض الامور ما ينفعش تتقال على الهواء، في بعض الامور ما ينفعش تتقال على الهواء. ممكن تهزر او تعمل او انت طريقتك كده في الهزار، بس في بعض الامور ما تتقالش على الهواء واحنا قاعدين بنتكلم بشكل جيد يعني. فانا عموما سعيد بيك وسعيد بان احنا كنا. انا دايما استاذ حسن كمان بحترم رايك جدا، ربنا يخليك. بنختلف احيانا ونتفق احيانا، وده مهم جدا اللي احنا هو ده فكره الاعلام، ننقل صوره. والجميل مع حضرتك استاذ حسن ننقل الصوره الايجابيه طول الوقت عشان نبقى في حاله هدوء، واحنا محتاجين الهدوء. شرفتني ونورتني، ربنا يخليك. ده كان نهايه حوارنا مع نجومنا النهارده الاستاذ ايهاب الفولي والاستاذ حسن خلف الله. اتمنى دايما الاعلام اللي احنا بنقدمه ينال اعجاب حضراتكم، واكيد كمان هختم زي كل يوم المجد، كل المجد لشهداء النادي الاهلي، وتصبحوا الف خير، والكوره للجماهير مش لاي حد تاني.